السلام عليكم جميعا، مساء الخير. عدنا بنشاط آخر لجمعية مهندسي النفط العالمية لجامعة البصرة للنفط والغاز. إذا نكمل نشاطاتنا مع محاضرة جديدة من كورس Digitalization in Oil Fields. أنا طالب حسين باسل عبد الخالق، مرحلة رابعة قسم هندسة النفط والغاز، والبريزيدنت للشابتر BOGSPE. راح أكون المودريتر لهذا السيشن. طبعا محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان Machine Learning for Petrophysics، وبتقديم الأستاذ المهندس أسامة عثمان، Petrophysicist في المجال النفطي، وله خبرة في البتروفيزيكس، عمل في المجال النفطي لأكثر لعديد من السنين في تقييم الكلاستيك الكربونيت ريزرفوارز والساتوريشن هايت موديلينج روك تايبينج والبور هول ايمج بروسيسنج انتربريتيشن، وكذلك بالكونفنشنال اند سبيشال كور اناليسيس. طبعا نحب ننوه خلال المحاضره راح تكون 3 ساعات، خلال كل نص ساعه راح ناخذ بريك 10 دقائق. وطبعاً أي سؤال عندكم تقدرون تسألوه بالشات بوكس أو تعملون raise hand بنهاية البريك أو بنهاية السكشن. راح يتم إرسال فورمة الحضور بنهاية المحاضرة، وكذلك خلوا بالكم من المحاضرة، وإن شاء الله محاضرة ممتعة. شكراً للحضور جميعاً، وإن شاء الله نبلش. شكراً أستاذ أسامة لقبولك الدعوة وتقديم هاي المحاضرة، بقول والمايك لك لك. حسين، عربي ولا انجلش؟ بشرح بالعربي ولا انجلش؟ ممكن الاثنين ميكس، لأن ماشي. ال اصل افرض مثلا حد دخل من بره العراق، مثلا حد انجلش ولا حاجه، إن شاء فاهم؟ الله الكل يفهم عربي حسب الفورمة يعني المسجلين هو بيها، الكل يفهم الناس عربي. كله عايز عربي يعني. ماشي أي نعم، اوكي، مش مشكله. إن شاء الله تقدر تبلش هسه. انا راح اسوي ستوب شيرينج. اوكي، انا بشيل السكرين. اي اعمل ماشي. كله شايف السكرين صح؟ هسه واضح. اوكي، دلوقتي احنا هنبتدي نتكلم على الـ machine learning. أول حاجة لازم نعرف الأول إيه هي الـ machine learning وإيه هي أنواعها والـ applications بتاعتها. فإحنا هنبتدي السلايدز بتاعتنا الأول بـ machine learning كتايبس وأنواع والكلام ده. أول حاجة الـ machine learning دي فكرتها إيه؟ فكرتها ببساطة جدا إن أنا عندي شوية algorithms موجودين جوه الماشين. في ناس كتير جدا عملت algorithms. الالجوريزمز دي احنا ابتدينا، يعني مش احنا، يعني الناس اللي هم الساينتست الداتا ساينتست ابتدوا يعملوا الالجوريزمز دي جوه الماشين، ان هم يعملوا يا اما بريدكشن لحاجات مش موجودة او كلاسيفيكيشن لكلوسز او كلاسترينج. طب كل الحكاية دي فايدتها ايه؟ هتفيد كتير جدا انها تعمل جوه الاويل اندستري حاجات كتير جدا ككوست ريدكشن. هي هتعمل بريدكشن مثلا، بتستخدم في الميديسن دلوقتي بامراض، يعني ممكن بيعملوا كلوسز يقدروا يعرفوا مثلا عندي مثلا ورم خبيث او ورم حميد، بيقدروا يستخدموا الحاجات دي عن طريق استخدام انبوت فاريبلز. يعني ايه انبوت فاريبلز؟ انبوت الحاجات اللي انت هتدخلها في المشين ليرنينج موديل، والفاريبلز اللي هي الحاجات اللي هي هتكون كونتينوس داتا. يعني مثلا لما بنتكلم في الاويل اندستري، الانبوت فاريبلز هير هنا بيبقوا اللوجز، يعني جاما ري، ريزيستيفيتي، تنست نيوترون، سونيك، بيف. اي لوج من اللوجز دي انا بقدر اعتبره لما بستخدم ماشين ليرنينج الجوريزم، بقدر استخدمه كانبوت فاريبل. يعني لوج هستخدمه ان انا بالمعطيات بتاعته دي اعمل بيه بريدكشن لبعض الاوتبوتس. طيب دلوقتي انا عندي 3 انواع من الماشين ليرنينج: supervised machine learning, unsupervised machine learning, reinforcement learning. The supervised machine learning can be classified into two types:
classification and regression. What is the difference between classification and regression? Regression أنا بعمل prediction لحاجة continuous، حاجة زي الكمبريشنال سلونس، السونيك لوج. لو أنت مثلا اشتغلت في مشروع تخرجك على سونيك لوج هتبقى عارف إيه هو الكمبريشنال سلونس، البرميابيليتي لوجز، الكور بروسيتي، السيمنتيشن اكسبوننت فور اكزامبل اللي هي اللي اسمها الام اللي بنستخدمها في ارش ايكويشن. طب ليه بالذات الحاجات دي انا حطيتها؟ عشان الحاجات دي ما بتكونش افيلبل في كل بير عندك في الفيلد. يعني انت لو بتشتغل في فيلد مش هيكون عندك بيرميابيليتي ولا كور بروستي ولا ام ولا نت ساند ولا كومبريشنال سلونس. ليه؟ لان الحاجات دي بتحتاج ايزر كور او بتحتاج ادفانسد لوجز. مش كل الابار اللي هتكون عندك في الفيلد هيكون فيها سونيك لوج، بس انت محتاج السونيك لوج في كل بير، especially لو بتشتغل على كربونيت او لو انت راجل جيوفيزيست بتعمل سينثيتك سايزموجرامز. فالسلونس بقت مهمه جدا انها تبقى في كل بير. طب لو هي مش في كل بير يبقى انا عندي تشالنج، انا محتاج ان انا اجيب السونيك. طب هجيبه ازاي؟ ماشين ليرنينج هي الحل في الكيس دي. هقدر باستخدام الانبوت فاريبلز ان انا استخدم سوبرفايزد ليرنينج واستخدم الريجريشن موديل. يعني ايه بقى سوبرفايزد؟ سوبرفايزد معناه ان الماشين ليرنينج موديل محتاج الاوتبوت داتا الحقيقيه، يشوف الباترنز بتاعها مع الانبوت لوجز ويتوقع الفاليو بتاعت السلونس. يعني ايه؟ اقولها كده ببساطه. دلوقتي لو انا عندي جاما ري مثلا وعندي ريزيستيفيتي وعندي مثلا دنستي، فور اكزامبل لقينا مثلا ان ابار، في ابار حوالي عندي 10 ابار في الفيلد، 6 ابار في الفيلد فيهم سونيك واربعه ما فيهمش، وانا مطلوب مني ان يبقى عندي 10 ابار سونيك في الفيلد عشان بشتغل على كربونيت ريزرفوار والجيوفيزست محتاج السونيك في كل الابار اللي في الفيلد وكمان الجيوميكانكس. طب انا اعمل ايه بقى؟ هبتدي اشوف شكل الجمارين. فور اكزامبل لو كان جاما مثلا ولقيت مثلا فور اكزامبل ريزيستيفيتي عاليه ولقيت الدنس مثلا قليله، هنا بقى بشوف شكل السونيك لوج. السونيك لوج هنا فور اكزامبل هيكون عالي. المشين ليرنينج موديل بيعمل ايه؟ يبتدي يشوف باترنز. لقيت مثلا ان الجاما ري قليله والريزيستيفيتي عاليه والدنس قليله، بلاقي ان الرينج بتاع الفاليو بتاعت السونيك بتكون من 80 مثلا في الكيس دي ل 100. يجي الماشين ليرنينج موديل لوحده لما يلاقي الفاليوز بتاعت الجاما ري بالرينج ده والريزيستيفيتي بالرينج ده والدنستي بالرينج ده يطلع لي فاليو السونيك في الرينج ده. ليه؟ لانه شاف اكتوال داتا. هي دي فكره السوبرفايزد ليرنينج، انه محتاج اكتوال داتا تو ليرن فروم ات اند تو ابلاي في الويلز اللي ما فيهاش الاكتوال داتا دي. عشان كده قلنا اسمه سوبرفايزد، يعني لازم ليرن من اكتوال داتا موجوده عندي. اللي انا اتكلمت فيه ده ريجريشن. ليه اسمه ريجريشن؟ عشان الاوتبوت بتاعي كونتينوس لوج سونيك. السونيك عند كل ديبس بيبقى ليه ديفرنت فاليوز، فكده انا بستخدم حاجه اسمها ريجريشن سوبرفايزد ماشين ليرنينج موديل. ولكن الكلاسيفيكيشن بيتعامل مع كلوسز. يعني ايه كلوسز؟ يعني دلوقتي لو انا عندي فور اكزامبل في مثلا الروك تايبس، بس سيبك من الروك تايبس عشان دي للناس اللي في الاويل فيلد، خلينا مثلا في الليثولوجي. عندي كلاس من مثلا فور اكزامبل من دبس 5000 ل 5050 سنت. فانا عندي 50 ادم ورا بعض سنت، وبعد كده من 50 مثلا 50 ل 500 شيل. فده كلوس. مش عند كل دبس ليه ديفرنت فاليو، عند كل دبس ليه كلوس ايزر سنت شيل لايمستون دولوميت انهيدرايت. طيب انا هستفاد ايه بقى من السوبرفايزد ليرنينج كلاسيفيكيشن؟ برضو نفس الكلام، مش كل الابار هيكون فيها كور، وانا بطلع الروك تايبنج من الكور. مش كل الابار هيكون فيها كور ديسكريبشن اللي بطلع منه الليزوفيشز او ايمج. مش كل الابار هيكون فيها سين سيكشن عشان اطلع المايكروفيشز. ومش كل الابار هبقى عارف الاكتوال ليثولوجي. وبالتالي اقدر استخدم الخمس ابار اللي فيهم كور في الفيلد وادخلهم في الماشين ليرنينج كلاسيفيكيشن سوبرفايز
واعمل بريدكشن برضو بنفس الفكره باللوكس واطلع كلوسز. بس الفكره في الماشين ليرنينج كلاسيفيكيشن مش زي التاني بشوف باترنز من اللوج، لا انا بشوف زي كلاسترز، برسم حاجه اسمها ديسيجن باوندري. يعني فور اكزامبل بعمل كروس بلوت بين الدنسيتي لوج والنيوترون لوج، لقيت ان البوينتس بتاعت الساند وقع بالشكل ده، ان فيها نيوترون قليل مقارنه بالشيل، والدنسيتي بتاعتها مثلا لو افترضنا ان الدنسيتي بتزيد اب، الدنسيتي بتاعتها اعلى من الشيل في الاكزامبل ده، ولقيت ان هنا البوينتس بتاعت الشيل فيها نيوترون اعلى والدنسيتي اقل. انا هنا بقى مش بشوف عند كل ديبس، انا بشوف كلوسز، بحط البوينتس في 2 دي بلوتس في 3 دي، وابتدي اشوف هل انا اقدر ارسم ديزيجن باوندري. يعني ايه ديزيجن باوندري؟ اللاين اللي يقدر يعمل سيبريشن للديفرنت كلوسز. فلو لقيت ان اللاين قادر يعمل سيبريشن للديفرنت كلوسز، يبقى اللاين ده هاخده عندي وهو اللي هيعتبر، لما الاقي رايت الدنسيتي كذا والنيوترون كذا هرسم الديزيجن باوندري وافصل التو كلوسز. وبالتالي الكلاسيفيكيشن الجوريزم يعتبر نوع برضو من انواع السوبرفايزد بيزد، مثلا فور اكزامبل ان انا استخدم الكور داتا ان انا اتعلم منه. من الاكسبيرينس يفضل لو انت بتشتغل في اي فيلد، لو هتشتغل كلاسيفيكيشن وريجريشن بس مثلا فور اكزامبل مضطر انك تروح للكلاسيفيكيشن اكتر من الريجريشن، يا ريت، لان دايما الاكيورسي بتاعت الكلاسيفيكيشن ماشين ليرنينج اعلى من الريجريشن. ليه بقى؟ لان الريجريشن دايما انت عايز الحاجه تبقى اكيوريت كل نص قدم كل ربع قدم، بس ده على السامبلنج ريت بتاعك. بس الكلاسيفيكيشن الانترفال اوف سيرشنج او رسمه الديسيجن باوندري بتبقى اسهل، لان انت عندك الكلوزز بتبقى ايه في كل ديبس، يعني بتبقى الداتا بتاعتها كتير قوي مقارنه بالريجريشن. انت ممكن يكون عندك فاليو واحده سونيك بنقطه واحده، فان انت تجيب الفاليو دي كبريدكشن هتبقى اصعب بكتير من الكلاسيفيكيشن. النوعين التانيين، في نوع اسمه ان سوبرفايزد ماشين ليرنينج، ده انت مش بتحتاج داتا تتعلم منها، انت هنا ما بتحتاجش داتا تتعلم منها، بيعتمد على ايه شبه ده بالظبط، وبيستخدم للكلوسز بس. انا ما ينفعش لاي حاجه كونتينوس لوج استخدم انسوبرفايزد. الانسوبرفايزد ده بيستخدم للكلوسز فقط. ليه؟ لانه بيعتمد على ميثودز اسمها كلاسترنج، اشهر حاجه من الموضوع ده اسمها كي مين كلاستر. ايه فكره الكلاسترز؟ بدل ما برسم ديزيجن باوندري، لا انا لقيت بوينتس ليها ترند وبوينتس ثانيه ليها ترند، برسم سيركل حوالين البوينتس اللي ليها ترند دي واقول عليها دي كلاستر 1، والبوينتس دي بقول عليها كلاستر 2، وبالتالي بقدر اعمل كلاسترنج للداتا، بقسم الداتا. بس الاوتبوت ده بيبقى كلاسز، انا بقى مش عارف الكلاسز دي انا عايزها ايه. هل انا مثلا عملت كلاسترنج عشان البوربوز بتاعي ان اطلع ديفرنت ليسولوجي، فابتدي اقارن اشوف فعلا الكلاسترز اللي طالعه دي ممكن تبقى فعلا بتديني ليسولوجي كويسه بيزد على شكل حتى اللوجز، ولا هي مش مظبوطه مش ماشيه مع اللوجز. هل ممكن الكلاسترنج دي تمشي لي مع الروك تايبس لو انا استخدمت بدل الدنسيتي نيوترون استخدمت البرميابيليتي بروستي هنا في الكروس بلوت؟ وبالتالي لازم اخد بالي ان موضوع الكلاسترنج بيطلع لي كلاسز وما بيتعلمش من الداتا، هو بس بيشوف هل البوينتس بتاعتي فور اكزامبل من ديبس 5000 ل 5300 تقدر تديني سيبريت كلاسز اور نوت. في حاجه تانية اسمها دايمنشناليتي ريدكشن بيزد على حاجه اسمها برينسيبال كومبوننت اناليسيس. دي فايدتها بس ببساطه ان انا لما يكون عندي ديفرنت انبوت لوجز، فور اكزامبل انا عندي فيلد مليان انبوت لوجز وانا مش قادر استخدم كل الانبوت لوجز دي في الريجريشن، ممكن اقلل عددهم. بقلل عددهم ازاي؟ عن طريق الدايمنشناليتي ريدكشن. بدل ما يبقى عندي 10 انبوت لوجز، لا هو بيطلع لي 3 كيرفز، كيرف اسمه بي سي اي 1 بي سي اي 2 بي سي اي 3، واقدر استخدمهم بعد كده في اي ريجريشن موديل. اخر حاجه بقى في الماشين ليرنينج اللي هي مونتي كارلو سيميوليشن، واكيد ناس كتيره جدا سمعت عنها، اللي هي بالنسبه لنا احنا كبتروفيزست بتستخدم في حاجه واحده اللي هي الانسرتينيتي بتاعتي، بالذات في النت ساند والنت ريزرفور. في الاخر لما بتخلص البير في الاناليسيس عايز تعرف السنسيتيفيتي، اني بارامترز اللي اثرت على الكات اوفس بتاعتي. فور اكزامبل لقيت ان مثلا وجود الافكت بروستي هو اكتر بارامتر اثر لي، قدر يفصل لي ان نت باي من النت ريزرفور من النون نت. في الحاله دي مونتي كارلو سيميوليشن بتعمل لي حاجه اسمها تورنيدو بلوت، وبتبين لي مين فيهم اكتر لوج مأثر لي على الريزلتس بتاعتي في النت باي من النون باي. تمام، نيكست سلايد. لو في اي كويشنز ممكن اي حد يكتب في الشات بوكس،
عشان ممكن تنسى الأسئلة بتاعتك في الآخر، ولو عندك أي questions ممكن تكتبها في الشات بوكس في كل سلايد، مفيش مشكلة. دلوقتي بقى الماشين ليرنينج ابلكيشن فور بيت فيزكس اند انفورميشن ايفالويشن ليه ابلكيشن كتير جدا، ومن اول اخر 15 سنه ديفرنت ببلشد بيبرز كتير جدا على الابلكيشن بتاعها، وانا بصراحه استخدمتها كتير قوي، وهي مهمه جدا في شغل اللي هو الريزرفوار بتروفيزكس، اللي هو بالذات اي حد بيشتغل روك تايبنج ساتوريشن هايت، الماشين ليرنينج بقت اساسي عنده في الشغل، بقت حاجه مانداتوري مش حاجه اوبشنال. بتستخدم لحاجات كتير جدا بالنسبه للبتروفيزيكس، بتستخدم للشير والكومبريشنال فيلوسيتي سلونس بريدكشن، ودي بقت بتعمل كوست ريدكشن لاي حد شغال في شركه، بدل ما يعمل اكوايرنج للشير وكومبريشنال في 10 ابار في الفيلد، لو عايز يعمل جيوميكانيكال ستادي لا ممكن يعمل 3 4 ابار بس، وبالماشين ليرنينج يقدر يعمل بريدكشن. ودي بيبر ببلش 2019 بتقارن لك الفي اس بريدكشن الشير فيلوسيتي بريدكشن بديفرنت ماشين ليرنينج موديل مع الاكتوال داتا، واحنا شايفين طبعا ان فيري جود، في فيري جود ماتش. بتستخدم للتي او سي والفيترونايت ريفلكتنس الان كونفشنال ريزرفوار، ممكن تعمل لهم بريدكشنز، ودي حاجات مهمه جدا لاي ان كونفشنال ريزرفوار. وبرده بتستخدم للبريدكشن للروك تايبس، ودي بيبر انا كنت مشارك فيها 2022، استخدمت السيلف اورجانيزنج ماب والنيورال نتورك كلاسيفيكيشن ان انا اعمل بريدكشن للروك تايبس في الابور اللي ما فيهاش روك تايبس، ونقدر نستخدمها بعد كده في اي ستاتيك موديلنج. ودي بيبر برضو ببلشد 2019 للنت ساند بريدكشن، استخدموا الماشين ليرنينج وطلعوا النت ساند من الايمج وعملوا له بريدكشن بيزد على ديفرنت انبوت لوجز، ودي مهمه جدا ان انت تتوقع النت ساند بيزيد فين ويقل فين بالماشين ليرنينج، بدل ما تقعد تعمل في كل بير ايمج وتعمل حاجه اسمها ساند كاونتنج، لا انا ممكن اعمل في بيرين بس واوفر تايم واعمل ماشين ليرنينج كلاسيفيكيشن واشوف الساند بيحصل له بريدكشن اكتر في انهي ابار عن الابار الثانيه. دي برضو بيبر 2018 برضو على الفيشز بريدكشن اللي زو فيشز، نفس الفكره زي دي برضو، بدل ما اقعد في كل بير اشتغل ايمج ديتيلد انا ممكن بثلاث اربع ابار والباقي اعمل له بريدكشن. برضو ممكن تستخدم للمايكرو فيشز، دي برضو بيبر انا كنت مشارك فيها 2021 بالبرميابيليتي، وبرضو قارنت هنا اللينير ريجريشن بالمالتيبل لينير ريجريشن مع نيورال نتورك، والبريدكشن كان النيورال نتورك افضل واحد، وازاي انا عملت البريدكشن للبرميابيلتي في كذا بير في الفيلد. ممكن برضو تستخدم الووتر ساتوريشن والاير ريديوسبل ووتر ساتوريشن بريدكشن، وممكن تستخدم بريدكشن لاي انيشال ووتر ساتوريشن عشان الساتوريشن هايت موديل، بدل ما تقعد تعمل ساتوريشن هايت موديل في كل بير لا انت ممكن تستخدم المشين ليرنينج انك تعمل بريدكشن للانيشال ووتر ساتوريشن عندك في الفيلد. دلوقتي بقى هنخش في المشين ليرنينج ورك فلو. لازم نبقى عارفين طبعا ان الماشين ليرنينج ورك فلو متقسم لحاجات كتيره جدا. دلوقتي انا عامل هنا كولورنج عشان اوضح الديفرنت ستيبس او الديفرنت بروسيس، يعني فور اكزامبل انت اول حاجه بتبتدي بيها بتعمل داتا جازرنج وانتجريشن، دي حاجه بره اي حاجه في الشغل بتاع الماشين ليرنينج، انت بس بتجمع الداتا. بعد كده بتخش في خطوه لوحدها اسمها داتا كليننج، داتا فيجواليزيشن، اوتلاير ديتكشن، داتا امبيوتيشن. بتستخدم هنا بقى لايبرز اسمها نمباي وبانداز. هنا هنخش في الستيب ان انت لازم تتعلم لغه البايثون، ولغه البايثون فيري سيمبل لانجويج، انت لو فتحت يوتيوب وكتبت بايثون لانجويج فور بيجنرز هتلاقي لك 7 أو 8 فيديوز، انا ممكن اعمل لكم شير لبعض الفيديوهات اللي انا اتعلمتها من البايثون من اليوتيوب، فيري سيمبل مش تاخد معاك اسبوعين ثلاثه وهتلاقي نفسك بتعرف تكتب على البايثون. لو انت اتعلمت كتابه البايثون دي هتبقى اريح لك. في ناس بتشتغل ماشين ليرنينج على ماتلاب، وفي ناس انا عمري ما اشتغلت على ماتلاب، انا بشتغل على تيكلوك وبشتغل على البايثون. بس طبعا لاحظت ان البايثون افضل بكتير. ليه؟ لان بيحصل فيه بارامتر تيونينج افضل مليون مره من التيكلوك. التيكلوك ده كونستريند شويه، كونستريند بسبب الناس الديفولبرز بتوع السوفت وير مش مديك الصلاحيات ان انت تقدر تلعب في البارامتر زي ما انت عايز. هو استخدم الاوبتيمم بارامترز اللي بتستخدم جلوبالي وحطها لك، لا انا ممكن بارامترز عندي تنفع في الفيلد بتاعي مختلف عن البارامترز اللي بتستخدم جلوبالي، وبالتالي لازم اخد بالي من حاجه زي كده. عشان كده انا ابتديت امشي في اتجاه ان انا اتعلم بايثون واخش استخدم نمباي وبانداز واستخدم الماشين ليرنينج موديل في البايثون افضل بكتير من اي سوفت وير. وده برضو بيديك صراحه لو انت ما عندكش اللايسنس بتاعتك في شركتك بتاعت بعض الماشين ليرنينج مودلز تقدر تستخدم البايثون عشان هو فري لايبرز،
تقدر تنزلها فور فري، ممكن تستخدم كولاب، تعمل بالايميل الجيميل بتاعك، تخش على كولاب وتكتب الكود بتاعك وتستعمل امبورت للسايكت ليرن اللي هنتكلم فيها بعد كده وهوريها لكم في الجوبيتر نوت بوك النهارده، وتقدر تعمل اي موديل على طول، موديل للبريدكشن للداتا بتاعتك فور فري. يعني انت متخيل فور فري؟ فطبعا لازم عشان تعرف ان نمباي والباندس دول لايبرز، مكتبات موجودين جوه البايثون، انت بتناديهم وبتكتب بعض الكودز، وهوريكم دلوقتي بعد ما نخلص البرزنتيشن هوريكم كتابة الكودز بتاعت النمباي والباندس، ازاي كتبت الكودز وازاي قدرت تعمل داتا فيجواليزيشن وازاي تشيل اوتلايرز وتعمل داتا كليننج. بعد ما بتخلص الداتا كليننج بتخش في الستيب اللي بعدها اسمها داتا بري بروسيسنج. الداتا بري بروسيسنج دي فيها ثلاث خطوات: فيتشر سيلكشن او رانكينج. الفيتشر سيلكشن دي انا ما بستخدمهاش كتير علشان للاسف انا كبتروفيزست عندي الانبوت لوجز مش كتير، انا عندي اخر خمسه سته فاريبلز بس، الداتا ساينتست بيستخدموها. ليه؟ ممكن تلاقي واحد هيعمل بيشتغل في الميديسن هيعمل بريدكشن لتو كلاسز وهو عنده 20 انبوت لوج او 30، فكثره الانبوت لوجز برده مش حلوه، فهو يعمل ايه بقى؟ يستخدم كود اسمه فيتشر سيلكشن. بس ده بالنسبه لنا كبتروفيزست مش بيستخدم كتير، انك عمرك ما هتلاقي الانبوت لوجز كتير. بعد كده بنعمل حاجه اسمها داتا نورماليزيشن وستاندرايزيشن هنتكلم عليها بالتفصيل، وبعد كده داتا سبليتنج وكروس فاليديشن. بعد كده بتخش على الماشين ليرنينج موديل، ازاي تعمل كرييشن للموديل، ازاي تعمل ايفالويشن للموديل. حسيت ان الريزلتس بتاعت الموديل بتاعك مش كويسه قوي، هوريكم ازاي تعمل حاجه اسمها هايبر بارامتر تيونينج، ازاي تحسن الموديل عشان تطلع الاوبتيمم ريزلتس. وبعد كده تطبق التريند موديل للتستنج داتا، وبعد كده تقيم الموديل في الاخر هل الموديل سكسسفول في البريدكشن ولا لا. فطبعا انا ما ينفعش اروح للماشين ليرنينج موديل على طول جامب للماشين ليرنينج موديل من غير ما اعمل داتا بري بروسيسنج وداتا كليننج اللي هي بتشمل النمباي والباندس. طبعا زي ما انا قلت ان انا عندي فيه لايبرز هي المسؤوله على كل ستيب. اول ستيب الداتا كليننج تو لايبرز نمباي وباندا، داتا بري بروسيسنج اللي مسؤوله عليها السايكت ليرن لايبرري، وبرضه الماشين ليرنينج انت بتعمل كول للسايكت ليرن وبتعمل كول للماشين ليرنينج موديل اللي هتستخدمه. ما بتكتبش كود للموديل، يعني الموضوع مش كومبليكيتد خالص، الموضوع سيمبل. مش بتخش تكتب كود مثلا، ما نيجي نتكلم على ديسيجن تري مش هتكتب الكود بتاع التري، لا انت بتكول بتنادي على الديسيجن تري، تعالى يا ديسيجن تري انا عايزك تستخدمي لي الداتا دي وتطلعي لي الريزلتس بتاعتها. يعني فيري سيمبل وسهل زي السوفت ويرز بالظبط، بس كل التشالنجز ازاي تتعلم كتابه الكود صح، ازاي تتعلم البايثون لانجوج وتتعلم النمبايز والبانداز والداتا بري بروسيسنج. طبعا هنا بقى انا عامل زي سمرايزيشن. فور اكزامبل انا لو عندي داتا تشالنج بروبلم عايز اشتغل عليه، بس الاول خلينا نتكلم ان انا عندي في تو تايبس اوف داتا يو هاف، في كاتيجوريكال داتا وفي نموريكال داتا. كاتيجوريكال داتا دي الداتا اللي هي التكست، لو عندي مثلا انا مقسم الليزوفيشز في البير من الكور بتكست، اي مثلا انا عندي كروس بيدنج ساند، انا عندي مثلا فوجي لايمستون، فراكتشرد لايمستون، ستيلوليتيك لايمستون، دي تكست مش نيوميريكال. الكاتيجوريكال داتا دي ممكن تستخدم دايركت في تري الجوريزمز، في الجوريزمز في الماشين ليرنينج اسمها تري هنشوفها النهارده وهي اللي هنتكلم عليها بالتفصيل، اللي فور اكزامبل ديسيجن تري، راندوم فورست، جريديانت بوستنج. وفي الجوريزمز نون لينير ولينير، لينير لايك لينير ريجريشن، سبورت فيكتور ماشين، مالتيبل لينير ريجريشن، والنون لينير موديل اشهرهم طبعا النيورال نتورك اللي الناس كلها اتكلمت عليه. ما ينفعش تستخدم الكاتيجوريكال داتا مع المودلز دي، دي مش تري، دول لازم يبقى فيه فاليوز داخله، حتى لو كلوزز بكودز 1 2 3 4 ما ينفعش ادخل له تكست. وبالتالي في فانكشن في الباندس بتقدر تحول الكاتيجوريكال داتا لنوميريكال داتا، وانا استخدمتها كتير قوي الفانكشن دي، مهم قوي عشان لو انت معاك تكست ممكن تدخل التكست عادي وتستخدم الكود ده تحولها لنوميريكال. اما النوميريكال داتا اللي هي بقى يا اما كلوزز يا اما ايه فاريبلز زي السلونس زي البريبيليتي زي الكوربروستي زي السيمنتيشن اكسبوننت زي الوتر ساتوريشن، كل دي تعتبر نيوميريكال داتا. فلما بنيجي نقسم الداتا اناليسز والماشين ليرنينج بروسيس
الاول انت ما تروحش في كل فيلد تقعد تعمل لي ماشين ليرنينج، هو ايه الاستفاده اللي انت هتعملها؟ لازم الاول تعمل ايدنتيفيكيشن للبروبلم. يو نيد تو ديفاين ا بروبلم، دو يو هاف ا بروبلم ان يور فيلد اور نوت. سو اف يو هاف ا بروبلم فور اكزامبل وي ار وركينج ان ا فيلد ديفلوبمنت بلان ومحتاجين بيرميابيلتي في كل بير عشان تخش في الاستاتيك والديناميك سيميوليشن، فانا محتاج بيرميابيلتي تبقى بريدكتد من الكور لللوج في الابار كلها، دي ماي بروبلم. طيب الستيب اللي بعدها الداتا اكستراكشن، ابتدي اخرج الداتا تريبل كومبو وسونيك، ابتدي اخرجهم من السوفت وير واحملهم في الجوبيتر نوت بوك، وبعد كده اعمل داتا بريبريشن وكليننج باستخدام البانداز، ريموفينج او فيلينج النال فاليوز. سام تايمز بيبقى عندك نال فاليوز في نهايه السكشن او في اخر السكشن او في وسط السكشن عموما الابار قديمه. وبعد كده اعمل داتا اكسبلوريشن وفيجواليزيشن، ابتدي استخدم هيستوجرامز سكاتر بلوت كروس بلوتس تو فيجواليز الداتا. انا عندي في ريليشن بين الانبوت فاريبل اللي هي اللوجز اللي هي التريبل كومبو والسونيك مع البرميابيلتي ولا ما عنديش. وبعد كده استخدم البريدكتيف موديلنج المشين ليرنينج موديل اتسلف، هل استخدم نيورال نتورك هل استخدم راندوم فورست. وبعد كده ببتدي اعمل موديل فاليديشن، هوريها لكم برضه في الكودز، تريننج وتستنج، وازاي بقيم الموديل هل الموديل بتاعي مظبوط ولا لا. وبعد كده بقارن البريدكتد لوج بالاكتوال لوج، ببتدي اقارن البريدكتد بيرميابيلتي في الابار مع الاكتوال بيرميابيلتي، بشوف في ماتش ولا ما فيش ماتش. فهي دي شغل المشين ليرنينج والداتا اناليسيس بالنسبه للبيتروفيزست. لو انت ابتديت تعرف البروبلم لغايه ما توصل للريزلتس، انت كده بتوفر على الفيلد بتاعك الكوست ريدكشن بتاع اكوايرنج كور في كل الابار، بتوفر اكوايرنج الادفانسد لوجز في كل الابار، تقدر تعمل مودلز تسهل لك يبقى عندك ادفانسد لوجز في كل بير عندك، بتساعد في الفورميشن ايفالويشن وبتساعد في اي ستاتيك او دايناميك موديلنج. دلوقتي بقى لما نيجي نتكلم على البانداز، مفيش اي اسئله لحد دلوقتي؟ everything is clear؟ حاليا ماكو اي اسئله. ماشي، دلوقتي لما نيجي نتكلم على البانداز، حد كتب عن شيء؟ دلوقتي لما نيجي نتكلم على البانداز، هي open source Python library مسؤوله عن الداتا اناليسيس. طيب انا هنا حاطط لك دلوقتي انا حاطط لك اربع ابلكيشنز للبانداز بالنسبه لنا كبيتروفيزس. اول حاجه انت بتقدر تطلع من السوفت وير الداتا كسي اس في او لاس او اكسل. الباندس فيها بايثون فانكشنز، تقدر تقرا سي اس في داتا، تقرا لاس، تقرا الاكسل. انت عندك داتا من سوفت وير، ازاي تخليها تتقري في الجوبيتر نوت بوك او السبايدر؟ دي نوت بوكس بتستخدم للبايثون، بتستخدم باندس فانكشن علشان تقرا السي اس في او اللاس او الاكسل. تقدر تعمل لك ريشيبنج للداتا، تنظم لك شكل الداتا لو مش منظمه، سورتنج، ديسكرايبنج. زي ايه؟ شايفين دي مثلا انا بعمل ديسكرايبنج للداتا، معايا نيوترون اي بي ال سي، سلونس، جاما ري، بيف، دينستي، ودي بريزستيفيتي. بتقدر تقول لي انت عندك عدد البوينتس قد ايه، تقدر تقول لي الافريج بتاع النيوترون بتاع السلونس بتاع الجاما ري، تقدر تقول لك الستاندرد ديفيجن فاليو، تقدر تقول لك المينيمم، تقدر تقول لك الماكسيمم، تقدر تقول لك ال 25 بيرسنتايل، وتقدر تقول لك 75 بيرسنتايل. ديسكرايبنج الداتا ده كويس جدا. انت لو عندك نال داتا انت ممكن تلاقي المينيمم نال داتا نفسها يبقى ماينس 999، وبكده انت عرفت ان عندك نال داتا. بتساعدك برضو هل اللوجز فيها ستاندرد ديفيجن كبير ولا فيها ستاندرد ديفيجن صغير، هل انت عندك الفرق بين المينيمم والماكسيمم بتاع نيوترون او السلونس كبير ولا صغير. فديسكرايبنج الداتا بوان كود ده بيسهل لك جدا، بدل ما تروح لاكسل وتبتدي تختار بقى كل السيلز وبعد كده تقول مينيموم وكده تقول ماكسيموم، بوان كود تقدر تشوف حاجات كتيرة جدا، فكده أسرع. يبقى البايثون بيوفر لي سرعة مقارنة بالإكسل. سورتنج، أنا بقدر أعمل سورتنج من الهايست لللوست أو من اللوست للهايست، وبقدر أعرف رينج الداتا عندي أقل واحدة، ده بيديك أول خمسة روز وبيديك آخر خمسة روز، كده أنا ابتديت أعرف إن أعلى فاليو أهيل أقل فاليو. handling the missing data، انت بتقدر تستخدم بايثون فانكشن انك تشيل النال فاليوز دي، يا اما بتشيل الرو كله يا اما بتقول له اعمل لها فيلنج مين او اعمل لها انتربوليشن. فدي طبعا طريقه سريعه جدا، بدل ما تروح الاكسل وتقعد تدور على النال فاليوز وتتعب فيها وتكتبها، لا ده انا بكود واحد اقدر اعمل لها فيلنج. طبعا بقى من احلى الحاجات
استخدام البوكس بلوت لمعرفة الاوتلايرز. يعني ايه اوتلايرز؟ داتا بره الترند بتاعي. يعني انا لو عندي ترند بتاع الداتا اعمل كده مثلا، لو قلنا ان انا مثلا الجاما ري كلها الرينج بتاعها كده، ولقيت 2 بوينتس من الجاما ري هنا، دول هيبقوا اوتلايرز. اللي انا لما برسم ترند لاين ال2 بوينتس دول بعاد جدا عن الترند لاين، دول اسمهم اوتلايرز. طيب الاوتلايرز دي مهمين جدا ان احنا نعرفه. ده اكزامبل وده اكزامبل من اكتوال داتا. بس الاول انا لازم اعرف ايه البوكس بلوت ده بيتعمل ازاي. فيري سيمبل، انا بجيب اول حاجه الميديان فاليو. بعد ما جبت الميديان فاليو بحسب حاجه اسمها انتر كوانتايل رينج. الانتر كوانتايل رينج دي الفرق بين الكيو 1 والكيو 3. بعد ما بجيب الانتر كوانتايل رينج بضربها في 1.5 واعمل لها زائد كيو 3 بقى عندي ماكسيم، وبعد كده بضرب الانتر كوانتايل رينج في 1.5 واطرحها من الكيو 1 اللي هو الفيرست كوانتايل اللي هي 25 برسنتايل، وكوانتايل 3 75. اي بوينتس هتقع بعد المينيموم فاليو او اقل من المينيموم فاليو دي هتبقى اوت لاير اقل من المينيموم. اي بوينت هتقع بعد الماكسيمم فاليو هتبقى اسمها اوت لاير اعلى من الماكسيمم فاليو. وبالتالي البوكس بلوت يقدر يعرف لي اوت لايرز، ودي مهمه جدا عشان اشيل الاوت لايرز. بعمل بوكس بلوت وبستخدم بايثون فانكشن، برضو الفانكشن استخدمتها كتير ان انا اشيل الاوت لايرز. بس المين كويشن هنا، هل انا محتاج اشيل كل الاوتلايرز في كل الداتا، ولا لازم يبقى عندي جيولوجيكال نوليدج؟ لازم يكون عندي جيولوجيكال نوليدج. انا عندي تو اكزامبلز هنا، البيف هنا اعلى من الاوتلاير الماكسيمم والجاماري اعلى. في الاكزامبل اللي على الشمال انا شلت الاوتلاير، في الاكزامبل اللي على اليمين انا ما شلتش الاوتلاير. ليه؟ البيف هنا كان بيمثل ان انا كنت بحفر بأويل بيز مود ويل، والحتت الوش اوت بيبقى فيها برايد افكت فبيرفع لي البيف، فانا محتاج اشيل الحتت اللي فيها وش اوت من الموديل. بس هنا الجاما ري كانت بتعكس لي الراديو اكتيفيتي في الريزرفوار، وانا هنا محتاجها، انا ما ينفعش اشيلها لان الجاما ري ده انبوت لوج. ثانيه واحده بس، في تليفون مهم، دقيقه واحده بالظبط. تمام، ماكو مشكله. معلش دلوقتي الاكزامبل على الشمال زي ما قلت البيف شلته، الاوتلايرز اللي في البيف شلتها علشان الهاي فاليوز دي was corresponding للبرايد افكت في الاويل بيز مود، فدي فاليوز باد هول انا مش محتاجها في الموديل. ولكن الجاما راي كانت بتعكس لي راديو اكتيفيتي موجوده في الساند ستون ريزرفوار بتاعي، وبالتالي انا عايز الفاليوز دي، فانا ما شلتش الاوتلايرز هنا وسبت وما سبتها وشلتها هنا. فلازم لما بتعمل بوكس بلوت لاوت لايرز تاخد بالك. هنا بقى ده الفرق بينه وبين الداتا ساينس. الداتا ساينس هيشيل كل الاوت لايرز، هو مش فاهم الامباكت بتاع الاوت لاير دي والامباكت بتاع الاوت لاير دي، فلازم ناخد بالنا من حاجه زي كده. دلوقتي قبل ما نخش مثلا في الداتا بري بروسيسنج، اي اسئله؟ any questions؟ حاليا اي واحد عنده سؤال يقدر يرفع ايده او يسوي raise hand. كده ما فيش، هخش بقى في الداتا. استاذ عفوا، تقدر توضح اكثر عن ال IQR او ال ثانيه. نعم، دلوقتي انا عندي ال انتر كوانتايل رينج دي بتتحسب بايكويشن فيري سيمبل. هي عبارة عن إيه؟ هي الفرق بين الكوانتايل 1 والكوانتايل 3. لو هنتكلم مثلا على جمري، لقينا إن كيو 1 كجمري 30، ولقينا إن كيو 3 اللي هي 75 برسنتايل كانت 130. 130 ماينس 30 تديني كام؟ 100. فال 100 دي هي الاي كيو ار فاليوز بتاع الرينج بتاع الاي كيو ار. نشوفها مثلا ازاي في هيستوجرام عشان نفهمها اكتر. لو انا عندي مثلا الداتا عامله كده،
انا بروح لل 75 برسنتايل وبروح لل 25. الرينج بتاع الفاليو من هنا لهنا اسمه اي كيو ار، فانا بشوف الفاليو دي كام والفاليو دي كام، والفرق ما بينهم هو الاي كيو ار فاليو، اضربها في 1.5 اعمل لها زائد ال 75 كوانتايل يديني الماكسيمم اوتلاير، اضربها في 1.5 واطرحها من 1 اللي هو ال 25 يبقى ده الاوتلاير القليل. واضحه كده؟ هو واضح، بس المينيمم ليش بعض الحالات تكون بعيدة على اليمين أكثر من اليسار؟ انت هنا الصورة دي؟ لا، الصورة الجو اه دي الأسفل. ودي؟ نعم، لا الاتنين ماكسيموم، مفيش مينيموم خالص. اه انت بتتكلم ليه دي بعيدة ودي صغيرة؟ بيزد على الفاليوز. هنا بيزد على الفاليوز بتاعتك. هل ال 25 كوانتايل زي ال 75 كوانتايل كفاليو، ولا هل انت عندك الشكل ده يونيفورم ها ولا تمام. عندك شكل زي ده؟ يعني خليني ثانية واحدة ارسمها لك. هنا مثلا انا عندي الشكل عامل كده، لا انا عايز تفهم يعني انا عايز يبقى حاجه صغيره وبعد كده يتخن قوي في ال 75 كوانتايل. يعني ال 25 كوانتايل تكون هنا وال 75 مثلا تكون هنا، وضحت تمام. فاهم قصدي تمام، كده؟ هو كله واضح. يعني تعتمد على القيم الموجودة اه انت وعلى السكيل اعملها وهتشوف. الموجود. اه والسكيل انت هتعملها هتبقى سهله جدا. ممكن اوريها لك، ممكن اوريك كود فيها ونشوفه مع بعض. طيب دلوقتي هنخش على الداتا بري بروسيسنج. في حاجه مهمه جدا وفي خطا ناس كتيره جدا جلوبالي كبتروفيزست بيغلطوا فيه. ايه هو؟ بيجي يبقى عنده مثلا جاما راي ودنستي مثلا هيستخدمهم للبرميابيليتي بريدكشن. الجاما راي الرينج بتاع الجاما راي من كام؟ من 0 ل 150 اي بي اي، والدنستي من 1.95 ل 2.95. اي ماشين ليرنينج موديل لو لقى هاي فاليو السنسيتيفيتي بتاعت الموديل الانبوت لوج ده هتأثر في الموديل اكتر من اللوج اللي فيه لو فاليوز. يعني ايه؟ يعني لو انا استخدمت الجاما راي والدنستي بالفاليوز بتاعتهم، الماشين ليرنينج موديل هيحب الجاما راي لوج اكتر، لان انت بتضرب الفاليوز دي لما نشوف النيورال نتورك انت بتضربها في انبوت نود، فلما الفاليو يكون كبيره هتاثر قوي معاك في الموديل، هتاثر في الريزلت، يبقى الامباكت بتاع الجاما راي هيكون اكبر. انا مش عايز كده، انا عايز ده وده يستخدموا زي بعض عشان يفصلوا لي الداتا او يعملوا لي بريدكشن لكونتينوس لوج. فلو واحد منهم فاليوز بتاع الرينج بتاع الفاليوز بتاعه اعلى من التاني هيأثر في الموديل اكتر، وده مش صح، ودي غلطه انا اعرف ناس كانوا بيشتغلوها. ده ما ينفعش يتعمل، لازم تعمل حاجه اسمها نورماليزيشن او ستاندرايزيشن، يعني لازم تخلي الداتا الرينج بتاعها من 0 تو 1. لازم اي انبوت لوج لازم تعمل له رينج من 0 تو 1. هنا دي بقى اسمها الداتا بري بروسيسنج، دي اسمها الداتا بري بروسيسنج، ان انا اخلي الداتا من رينج من 0 تو 1. طيب ايه انواع بقى النورماليزيشن؟ النورماليزيشن في ثلاث انواع مشهورين، وفي نوعين انا اللي بحب استخدمهم قوي. في النوع الاول اللي هو اسمه مينيمم ماكسيمم نورماليزيشن، الفاليو ماينس المينيمم على الماكسيمم ماينس المينيمم، شبه الايكويشن بتاعت الجاما راي بالظبط. لما بجيب الفيشل من الجاما راي يبقى اللوج ماينس اقل فاليو لللوج والماكسيمم ماينس المينيمم. الماشين ليرنينج هيجيب المينيمم والماكسيمم منين؟ من الداتا ديسكرايبنج. جوه الكودز نفسها في ايكويشن للداتا ديسكرايبنج هيقدر يجيب الماكسيمم والمينيمم وياخد الفاليو عند كل دبس ويعمل لك نورماليزيشن. بس هي فيها مشكله كبيره جدا، لو انا عندي اوتلايرز وانا ما شلتهمش مش بيعرف يعمل لها هاندلنج. يعني في الكيس بتاعت الجاما راي الراديو اكتيفيتي لو انا استخدمت مينيمم ماكسيمم نورماليزيشن مش هيبقى كويس، لانه مش هيعمل هاندلنج للاوتلايرز. فانت عندك تو اوبشنز، يا اما تشيل الاوتلايرز دايما وتستخدم مينيمم ماكسيمم، او تستخدم الريبوست سكيلر دي اللي انا بحبها عشان ما اشيلش الاوتلايرز. هي لوحدها بتحترم الاوتلايرز، الفاليو ماينس الميديان على الستاندرد ديفيجن، وبتعتمد دايما الايكويشن دي بتعتمد على دايما الرينج اللي من 25 ل 75 اللي هو الانتر كوانتايل رينج.
فبتبعد عن اي اوتلايرز لوحدها، وهي دي ميزه الريبوست سكيلر. فدايما انا بحب استخدم الريبوست سكيلر عشان ما اضيعش وقتي في اوتلايرز ريموفال، استخدم الريبوست سكيلر وخلاص ورايح دماغي، يبقى الفاليو ماينس الميديان على الستاندرد ديفيشن. وفي ستاندرد سكيلر برضو، وبرضو زي دي بس دي افضل، الفاليو ماينس المين على الستاندرد ديفيجن. هنا الفرق ان ده ميديان، عشان كده قلنا انتر كوانتايل رينج، الانتر كوانتايل رينج بيعتمد على الميديان مش المين. في فرق طبعا بين المين والميديان، المين ده اللي هو ايه الافريج بتاع الفاليوز، والميديان اللي هي الفاليو اللي في النص بالظبط من البوينتس كلها. طب السؤال بقى، ليه المين دايما في مشكله؟ علشان في حاجه انا نسيت اقول لكم عليها، ان انا لو عندي الفاليوز بترينج مثلا من 10 ل 150، بس ال 10 دي كانت اوتلاير، والفاليوز الحقيقيه بترينج من 30، لما اجي استخدم المين الستاندرد سكيلر هيتاثر بالاوتلاير، اما ده مش هيتاثر لانه بيستخدم النقطه اللي في النص بالظبط الميديان. فعشان كده الريبوست سكيلر احسن واحد مع الاوتلايرز. ممكن قبل ما اخش في الحتة دي ناخد بريك كده 10 دقايق، لو في اي حد عنده سؤال قبل البريك انا معاه. إن شاء الله تمام. فيش اي اسئلة؟ ماشي 10 minutes وهيك ان شاء الله. لو عايز مثلا تعمل اسمها ايه ستوب تايمر الريكورد، ولا الريكورد هيفضل شغال؟ راح يبقى شغال البث ماشي المباشر. ماشي مفيش مشكلة، 10 دقايق بالظبط ان شاء الله. تمام.
ام باك الناس كلها رجعت ولا؟ ايه نعم موجودين. اوكي دلوقتي هنتكلم على حاجة مهمة جدا اسمها مود الايفالويشن، ودي لازم تفهمها كويس جدا ومستعد، يعني لو اي حد مش فاهمها عادها وعيدها مرتين ثلاثة اربعة، المهم انها تتفهم. طيب دلوقتي الفيجرز كده كده قدامكم، بس لو رسمنا فيجر معايا بوينتس زي كده، انا افترض ان انا عايز اعمل prediction للبرميابيلتي. دلوقتي لما انا لا عفو برسم، أستاذ، تقدر تسوي فول سكرين؟ انت مش شايفين السكرين كويس؟ طيب ازاي اعمل فول سكرين؟ استنى كده ادور بس اعمل ال display هاي setting. presenter view. يس عملتها أي أي يعني هي اهي. طيب دلوقتي السكرين هسه افضل تمام. صح؟ أي لو معايا الداتا زي كده، وانا بقى الماشين ليرنينج موديل ابتدى يشتغل وعايز يعمل كابتشرنج لكل نقطة، فراح الماشين ليرنينج مشيلي كده، يعني خلي البوينت مثلا كده، راح الماشين ليرنينج مشيلي كده. هنا انا عندي بيج بروبلم، الماشين ليرنينج اتسلف مش قادر يعمل كابتشرنج لكل الداتا في التريننج. انا اديت الموديل قلت له انت عندك ثلاث ابار اهو، فيهم كور بيرميابيلتي، اشتغل ويلا شوف لي الريليشن شيب بين اللوجز اللي انا مستخدمها مع البيرميابيلتي بتاعتي. الموديل طلع لي بالشكل ده. لو انا بستخدم ريجريشن بقيم بالار سكوير، هلاقي ان الار سكوير في حاجه زي كده 0.6 او 0.5. هنا انا عندي حاجه بقى اسمها ايه؟ البايس. البايس هنا مش كويس، لو بايس، يعني الموديل مش قادر يعمل كابتشرنج، سوري انا اسف، هاي بايس ايم سوري، يعني الموديل مش قادر يعمل كابتشرنج لكل الداتا. يعني انا عندي في نقط كتير جدا بعيده عن البيست فيت لاين او الريجريسور لاين، اللاين بتاع المشين ليرنينج اتسلف. فدي يبقى الموديل اسمه اندر فيتنج، يعني الموديل مش قادر يعمل كابتشرنج للترو داتا. اندر فيتنج دي معناه ايه؟ يا اما انا احسن البارامترز بتاعتي عشان اخلي الموديل يتحسن، يا اما الموديل ده بالذات فيلد في الداتا دي فلازم اروح لموديل تاني. فلما اجي بقى رحت مثلا فور اكزامبل عملت هايبر بارامتر اوبتمايزيشن، هوريكم ازاي بنعملها، ان انا بحسن البارامترز بتاعت الموديل وبقى كده الموديل هنا بقى ار سكوير بتاعه كام؟ 0.74. مش اكسلنت ريليشن شيب بت مودريت تو جود. فلما قلت 0.75 اه الموديل اتحسن بس ستيل مش ذا بيست. طب لما الموديل بقى يمشي لي كده، ركز معايا في الحته دي، اخر واحد ده الار سكوير ب1. اي حد هيجي يقول لي ايه؟ يقول لي ان اخر موديل ده هو الاصح، هو البيست موديل، هو اللي لازم استخدمه. الكلام ده مش صح للاسف. ليه؟ لاني مش بحط في الموديل ايفالويشن اعتبار حاجه واحده، انا بحط حاجتين، بايس اند فاريانس. البايس دي مع تريننج داتا، الداتا اللي بتعلم منها، والفاريانس بيتعرف منين؟ مع التستنج داتا، الداتا البلايند اللي انا مش بتعلم منها. انا دايما بعمل حاجه اسمها داتا سبليتنج، 70% من الداتا بتاعتي الموديل بيتعلم منها، 30 بسيبهم اقيم الموديل بيهم. انا ما ينفعش اقيم الموديل من حاجه انا متعلم منها، فلازم اسيب على الاقل 30% او استخدم بلايند ويل، يعني بير ما دخلتوش عندي في الموديل خالص، واروح اطبق عليه وهو فعلا فيه كور بيرميابيلتي، وقارن البريدكتد بيرميابيلتي بالكور بيرميابيلتي الحقيقيه. فالموديل الاخير ده اللي هو جايب لي كل النقط، اللي هو واخد الشكل ده، اللي هو واخد الشكل ده، ده بيبقى في البايس كويس جدا. بس هاي فاريانس، يعني ايه هاي فاريانس؟ يعني اوفر فيتنج موديل. لما اجي اطبق الموديل ده على بلايند داتا هلاقي الار سكوير 0.3 و 0.2، معناه انه نجح بس في التريننج داتا
ومش قادر ينجح في اي داتا تانية، وكده ده ما ينفعش استخدمه. طب الموديل اللي ب 0.75 لما جيت اطبقه في التستنج داتا لقيت 0.7، فكده على الاقل هو في التريننج ما كانش اكسلنت ريليشن شيب بس كان مودريت، وفي التستنج مودريت. يبقى انا اخد المودريت في التريننج والتستنج بدل ما اخد الاكسلنت في التريننج والايه والويك او الفيري ويك في التستنج. فعشان كده يقول لك هاي فاريانس معناها اوفر فيتنج للموديل، ودي بتتعرف في التستنج داتا لما بلاقي الار سكوير قليل قوي، وفي التريننج داتا بلاقي الار سكوير عالي قوي. ودي برضو مشكله تانية في التري الجوريزمز، دايما عندهم السسبتابيلتي للبايس فاريانس، هاي بايس هاي فاريانس. هم عندهم الحته دي، عندهم قصدي لو بايس هاي فاريانس. انا محتاج مودريت بايس ومودريت فاريانس. هنا انا بعمل حاجه اسمها بايس فاريانس تريد اوف. يعني ايه بايس فاريانس تريد اوف؟ انا ممكن اضحي شويه في التريننج داتا عشان اقلل الفاريانس، ما اخليهوش عالي. فدي مهمه جدا اللي عايز اوصل له، اللي انا عايز اوصل له، استنى اوريك بس اللي عايز اوصل له ده، اللي هو ما يبقاش برضو اعلى فاريانس، يبقى مودريت فاريانس فور اكزامبل، وفي نفس الوقت اقل بايس. لو انا وصلت الفاريانس عالي وبايس عالي الموديل مش هيبقى كويس. فانا عشان اوصل لاحلى ريزلتس لازم يكون لو بايس ولو فاريانس، اللي هي الجريد بالانس اللي هي 0.75 و 0.75، ما يبقاش عندي هاي فاريانس ولو بايس، لا ده انا عايز لو بايس ولو فاريانس. مشكله التري بقى الجوريزمز ان دايما بتديني هاي فاريانس. يعني ايه؟ يعني بتعمل لي اوفر فيتنج للموديل، فبالتالي بضحي في الموديل شويه، بعدل في الهايبر بارامتر لغايه ما اقلل الفاريانس بتاعي. وهوريك الكود بنعملها ازاي مع بعض في الهايبر بارامتر اوبتمايزيشن، هوريك ازاي الحاجه كانت اوفر فيتنج وبعد كده شلنا الايفكت بتاع الاوفر فيتنج. فمهم جدا ان انا اخد بالي من الحاجات دي، لازم اقلل الفاريانس واقلل البايس. كده مفهومه؟ اي اسئله؟ هعيدها تاني، مفيش مشكله. السلايد دي اهم سلايد، يعني كله واضح اندر استاذ. بس ماشي. ممكن توضح مثلا اذا كانت المؤشرات على الاوفر فيتنج مثلا او مؤشرات، الاندر انت فيتنج؟ عارف الاوفر فيتنج هيبان لك ايه؟ هديك اكزامبل. انت رحت عملت نفترض ان انت استخدمت مالتيبل لينير ريجريشن، ماشي، وجبت 3 ابار فيهم كور، واستخدمت المالتيبل لينير ريجريشن بتاعه، لقيت الار سكوير طلع ب 0.9. هتيجي انت تطبق الايكويشن دي على طول في الفيلد، ولا لازم تعرف الايكويشن دي مظبوطه ولا لا؟ لازم تعرف. تعرفها ازاي؟ نفس الايكويشن دي تجيبها البير في كور وان كور دول، وتطبق الايكويشن دي، هتطلع ايه؟ بريدكتد بيرميابيليتي مثلا. البريدكتد بيرم دي هتاخدها وتحطها في كروس بلوت مع الاكتوال بيرم. لو النقط طلعت كده ورسمت ار سكوير عادي وطلع لك 0.3، يعني انت المعادله بتاعت المالتيبل لينير ريجريشن مع التريننج داتا 0.9، والمعادله بتاعت البرميابيليتي الحقيقيه مع البريدكتد في البير اللي انت ما استخدمتوش في الموديل طلعت 0.3. ده معناه ايه؟ معناه ان الداتا كويسه قوي في التريننج، بس لما تيجي تطبقها في اي داتا تانية وفيها اكتوال بيرميابيلتي بتطلع بايظه. فده معناه ان انت عندك ايه؟ اوفر فيت. تعمل ايه؟ تبتدي تغير في دي، انك تحاول تقللها، تخليها مثلا 0.8، ان انت تشيل بعض البوينتس لغايه ما تخليها 0.8 في حاله المالتي لينير ريجريشن. لو لقيت هنا زادت يبقى انت شغال صح. الماشين ليرنينج مودلز بقى فيها ميزه غير المالتي لينير ريجريشن، ان فيها حاجه اسمها هايبر بارامترز. كل ماشين ليرنينج الجوريزم ليه البارامترز بتاعته. مش انت لما بتيجي تحسب ساتوريشن ليك بارامتر اللي هي الار تي، الار تي ما تقدرش تلعب فيها، ولا البروست، لا البروست تقدر تلعب بس الار تي ما تقدرش. البروست تقدر تلعب فيها، تقدر تغير في الاي والام والان عشان توصل للاوبتيموم ريزلت. هي دي بقى اللي بنعملها في الماشين ليرنينج موديل، نفضل نغير في البارامترز بتاعت الموديل لغايه ما نوصل للبيست ريزلت.
تمام واضح استاذ. ماشي. طيب دلوقتي بقى، لا انا اقول لك حاجه تانيه بقى، احنا مش بنتكلم عن لينير ريجريشن، في حاجه تانيه في النيورال نتورك انت بيطلع لك شكل كيرفين للايرور. شايف انت المنظر ده؟ ده هنا عندك تو ايرور كيرف، بيطلع لك ايرور كيرف بيحسب بيقارن الايرور مع كل ايتريشن، ودي هنتكلم فيها بالتفصيل. الايرور كيرف مع كل ايتريشن، مع كل ترايل للتريننج داتا، والايرور كيرف بتاع التستنج داتا. لو التستنج داتا عمل كده يبقى انت عند الايتريشن نمبر 100 عندك اوفر فيتنج، وهنا الايرور مش عالي قوي، فعندك هنا هاي بايس. فترسم بقى خط كده وتختار نمبر اوف ايتريشن، ترجع تعدل في الموديل وتقول له لا ده انا عايز 70 ايتريشن. ليه 70 ايتريشن؟ عشان هي في الرينج بتاع اقل فاليو للايرور بتاع تيستنج مع التريننج. التيستنج ما زادش والتريننج قليل زي الكيرف ده بالظبط، فيقول لك ده جاست رايت، يعني مينيموم ايرور. هنا اوفر فيتنج، هتلاقي الكيرف بتاع التيستنج اللي هو الاورنج بيزيد والبلو بيقل، لانه هو التريننج. انا ما يهمنيش التريننج، انا يهمني مين التيستنج في الحاله دي، فاقوم مختار اقل اكتر حته فيها اقل ايرور للتيستنج والتريننج. تمام؟ ماشي كده واضح؟ تمام كلش واضح. ممكن توضيح ثاني على التست والفاليديشن، شنو الفرق بين التستنج داتا والفاليديشن؟ اللي بص دلوقتي انا كأسامة بحب اعمل حركه كده عشان ابقى مضمون قوي، يعني كده كده انت بتعمل حاجه اسمها داتا سبليت. يعني ايه داتا سبليتنج؟ اقول لك دلوقتي، بس امسح دي اوري لك حتى في الكود كمان. داتا سبليتنج دي معناها ايه؟ لو انت عندك 400 نقطه، يعني عندك اربع ابار، رحت جبتهم اربع ابار فيهم كل 400 نقطه، نقطه يعني عند كل دبس فيه فاليو للبرميابيلتي. ال 400 نقطه دي الموديل بيقسمهم ل 70 30، يعني خد 300 نقطه هيعمل بيهم تريننج، و100 نقطه هيعمل بيهم ايه؟ فاليديشن، يعني يتشيك هل التريننج داتا دي لما استخدمت الالجوريزم طلعت مظبوطه مع ال 100 ولا طلعت وحشه؟ لو طلعت وحشه يبقى انا اصلا الفاليديشن موديل مش كويس. امال ايه التستنج بقى؟ لا ده انا بعمل حاجه زياده، انا كمان بعملها مش بعتمد على دي بس، ده انا بعمل ان يبقى عندي بلايند ويل بير بجيبه كده لوحده، ما بدخلوش اصلا جوه الجوبيتر نوت بوك، ويبقى فيه مثلا 70 نقطه واروح اطبق عليه الموديل بعد ما اطبق ده كمان. ابقى عملت تو ترايلز، فاليديشن وتستنج، عشان ابقى متاكد اني جربت الموديل مرتين، مره مع الداتا سبليت اللي هي ال 100 نقطه، ومره مع بلايند ويل. لو طلعت مظبوطه في الاثنين دول يبقى الموديل بتاعك ده مظبوط 100% وتطمن وتقدر تستخدمه في الفيلد عندك. تمام كده؟ تمام واضح. بص على السلايد اللي بعدها دي، هنا بس كنت برسم الحاجه بوريك ان البايس بيقارن التريننج مع الاكتوال داتا في التريننج. Model with high bias are unable to capture the true relationship. احنا محتاجين low bias و variance. والتستنج هو ال variance اللي بيوريه. اللي انا شرحت السلايد ده. هي دي بقى اللي انا بقول لك عليها data splitting. تقسم الداتا، عندك مثلا لو عندك 30 رو وعندك input log 1 input log 2 و input log 3 وعندك output اللي هي permeability مثلا، هشتغل regression. بقسم الداتا ل 70 30، يبقى ال 10 روز دول تيستنج وال 20 روز دول ايه؟ تريننج. تمام؟ اول حاجه في حاجه اسمها ماتريكس موديل، دي للريجريشن. اي ريجريشن الجوريزم يا اما بطبق فانكشن اللي هي المين سكوير ايرور، يا اما المين ابسوليوت ايرور. فيري سمبل ايكويشن، الانبوت لوك ماينس البريدكتد سكوير، وبعمل سميشن للايرور. كل ما الاقي الايرور عالي كل ما الموديل مش كويس، كل ما الايرور قليل كل ما الموديل قليل. هنا انا حاطط لك حاجه، حاطط لك مثلا فور اكزامبل في الموديل الجوريزم اسمه جريديانت بوستنج، اكستريم جريديانت بوستنج سلونس، مع الميجر الكروس بلوت اللي انا عامله ده في تيستنج ويل، يعني بير كان بلايند وما استخدمتوش في الالجوريزم،
انت شايف الار سكوير هنا بكام؟ ب 0.8. ده معناه ايه؟ ده بير بلايند. هل الموديل كويس ولا موديل وحش؟ يعني انا عندي هنا في مشكله اوفر فيتنج ولا مفيش؟ خلي بالك ده التستنج ولا كده، انا عندي اوفر فيتنج ولا ما عنديش؟ أعتقد ده كلش تمام، إنه كله التستنج هو تمام، بلايند ويل فيري جود. بلايند هو طلع ار أكيرس سكوير كويس، أو أر سكوير عالية، اه يبقى فكلش انا اقدر تمام. استخدم الالجوريزم ده في بقيه الفيلد في الاسبونس وانا مطمن 100%. اه الحته دي مهمه جدا بقى. دلوقتي اكتر حاجه دروباك نقدر نستخدم عليها في اي سوفت وير للبتروفيزيكس، ان انت ما بتعرفش تقيم الكلاسز، ما عندكش طريقه تقيم بيها الكلاسز. يعني انت في السوفت وير لو استخدمت مثلا نيورال نتورك في التيك لوج او في الاي بي او في الجيولوج، تقدر تعمل كروس بلوت زي ده وتقدر تقيم الموديل بتاعك. بس انت في الكلاسز انت ما بتعرفش تقيم، انت بتحط الكلاس البريدكتد جنب الاكتر وتقعد تبص بعينك. البايثون بقى لا، في لايبرري مش موجوده في السوفت وير، وده سؤال محيرني وسالته من 3 سنين، هي ليه السوفت ويرز، لو فتحت لينك ده بتاعي هتلاقيني كاتب السؤال ده، ليه السوفت ويرز ما فيهاش الالجوريزم ده؟ ليه ما اقدرش اطبق الكونفيوجن ماتريكس ان انا اعرف الكلاسز البريدكتد صح ولا لا؟ ده مهم جدا وهنشوفه مع بعض كمان شويه في الجوبيتر نوت بوك. فكرته ببساطه جدا، ايه هو؟ ان انا بعمل الاكتوال مع البريدكتد نمبر A و B، لو هتكلم على كلاس A وكلاس B، لما البريدكتد يبقى ماتش الاكتوال، دي اسمها ترو بوزيتيف. ترو بوزيتيف يعني كلاس A ماتش كلاس A، يعني البريدكتد A والحقيقي A. طيب ترو نيجاتيف يعني كلاس B اللي هو الكلاس الثاني بريدكتد وهو اكتوالي موجود، يبقى الاثنين دول معناهم ان البريدكشن مظبوط. طب الفولس بوزيتيف يعني ايه؟ فولس بوزيتيف، فولس يعني بريدكتد بوزيتيف بس الحقيقي نيجاتيف اللي هو بي. يعني انا هنا بريدكتد ايه بس الحقيقي بي، وهنا فولس النيجاتيف. يعني ايه؟ يعني بريدكتد بي بس الحقيقي ايه. نشوفها في حاجه احنا نفهمها، ساند وشي. لو انا البريدكتد ساند والحقيقي ساند يبقى اسمه ترو بوزيتيف، لو انا بريدكتد شيل والحقيقي شيل يبقى ترو نيجاتيف. طب لو انا فولس، احفظها كده، فولس بوزيتيف يعني ايه؟ بوزيتيف اللي هو الكلاس الاولاني، يعني انا بريدكت ساند بس الحقيقي شيل، فولس نيجاتيف. ما دام فولس نيجاتيف يعني بريدكتد شيل والحقيقي ساند، فبنعمل ايه بقى؟ بندخلهم في معادلات، حاجه اسمها الاكيوريسي سكور، بيجمع الترو بوزيتيف زائد الترو نيجاتيف على التوتال فاليو. يعني بيشوف لك قد ايه حاجات بريدكتد كوركتد صح. لو افترضنا ان انا عندي 100 نقطه في الحاجه اللي انا بقيمها اللي هي الفاليديشن، ال 100 نقطه دول، ال 100 نقطه دول فيهم ترو بوزيتيف ونيجاتيف، انا عملت بريدكشن للساند صح والشيل صح 30 مره، يبقى انا هعمل 15 زائد 15 مثلا يبقى 30. 30 على 100 يديني كام؟ 0.3. يبقى الاكيوريسي سكور 0.3، دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ مش حاجه كويسه، انا المفروض الاكيوريسي بتاعتي تكون 100% على الاقل، او 80 او 75. فبعرفها ازاي؟ بشوف عدد الحاجات البريدكتد صح ومجموعهم على بعض اللي هو الساند والشيل على التوتال فاليو. في حاجه اسمها بريسيشن، بيشوف الحاجات البوزيتيف اللي هو الساند عندنا بريدكتد صح ولا لا، ازاي؟ انه بيقسم الترو بوزيتيف على الترو بوزيتيف زائد الفولس بوزيتيف، الحاجات اللي هي بريدكتد كساند بس هي مش ساند زائد الحاجات اللي بريدكتد ساند وهي ساند، وبحط فوق فين مين الساند نفسه، وبالتالي دي اسمها بريسيشن، بتشوف لي انا عملت بريدكشن لكلاس نمبر ايه صح ولا غلط. الريكول انا بقى برضو نفس الكلام زي دي، بس بدل ما بستخدم فولس بوزيتيف بستخدم فولس نيجاتيف. وفي اف 1 سكوير، ان انا بضرب 2 في البريسيشن في الريكول على البريسيشن زائد الريكول. احنا بنطلع على الاربعه ومحتاجين ان الاربعه يبقوا عاليين. طب لو انا الاكيورسي سكور عاليه والباقي مش قوي ممكن تتقبل، هوريك، بس لازم الاربعه يطلعوا عاليين، ودايما الاربعه مش هيبقى في فرق كبير، يعني اخرك لو مثلا دي 0.8 دي يكون 0.65، it will not be a big deal يعني. تمام؟
فمهم جدا نبقى عارفين ان الكونفيوجن ماتريكس هي المسؤولة عن الموديل ايفالويشن لاي ماشين ليرنينج كلوزز. تمام؟ اي سؤال؟ واضحة الكونفيوجن؟ مهم قوي، فلو مش واضحة ممكن واضح اعيدها. واضح. ماشي، هنخش بقى في الماشين ليرنينج موديل. طبعا انت عندك يعني الحاجات اللي انا اشتغلتها كماشين ليرنينج، انا اشتغلت شالو بس ما اشتغلتش الديب ليرنينج. ليه؟ لان كبيتروفيزيكس الديب ليرنينج ده بيحتاج لارج داتا سيت، بيحتاج 500 الف نقطه، وبيحتاج مليون الف نقطه. انت كبيتروفيزيكس مش هيبقى معاك حاجه زي كده. انت الشالو هو كويس بالنسبه لك ان انت تعمل بريدكشن للوجز، بالمابيليتي، فيروسيتي، نت ساند، الحاجات دي انت مش هتستخدم 500 الف نقطه، يعني صعب، ملهاش لازمه. انت اخرك 1000 10000، فكده بتستخدم الشالو ماشين ليرنينج. الشالو بقى ماشين ليرنينج فيه مين؟ فيه اول حاجه اللينير ريجريشن، مالتيبل لينير ريجريشن، بولينوميال ريجريشن، كل دول انا اشتغلت بيهم. مين تاني؟ لوجيستيك ريجريشن، سبورت فيكتور ماشين، التري الجوريزمز، ديزيجن تري، راندوم فورست، جريديانت بوستنج، اكستريم جريديانت بوستنج، وام ال بي، مالتي لاير بيرسبترون نيورال نتورك. احنا النهارده هنتكلم عن الديزيجن تري والراندوم فورست والمالتي لاير بيرسبترون. الحاجات التانية اي حد عايز اي حاجة يسألني وانا هقول له عليه. بس احنا عندنا ماشين ليرنينج مودلز كتير قوي، وكل واحد من دول عندي الكودز بتاعته ككلاسز وكريجريشن، مهم جدا عشان اقدر استخدمه معاه. طيب الديزيجن تري دي ايه؟ احنا كده دخلنا في الماشين ليرنينج مودلز. هي جرافيكال ريبريزنتيشن، انا بستخدم جراف. الجراف ده بينقسم لثلاث حاجات، حاجه اسمها الروت نوت، حاجه اسمها الانترنال نوت او الديزيجن نوتس، وحاجه اسمها التيرمينال نوتس. الروت نوت هو اول لوج هستخدمه عشان افصل. لو انا عندي، انا مثلا عندي ثلاثه انبوت لوجز، فوليوم اوف شيل وبروستي ووتر ساتوريشن، وانا عايز اعرف النت باي من النون باي، بعمل ايه؟ بشوف الثلاثه لوجز دول عشان استخدمهم. مين اللي هحط في التوب اوف ذا تري؟ اسمه ايه؟ الروت نوت. التوب اوف ذا تري ده بيتعرف ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الجيني اندكس، معادله 1 ماينس الساميشن بتاع البروبابيلتي سكوير. اقل فاليو في الجيني اندكس هو اللي هيطلع لي الروت نوت، واعلى فاليو هو التيرمينال نوت اللي هو زي الووتر ساتوريشن. فيري سيمبل، انت مش هتطبق الايكويشن دي ما تخافش، هو بس بيحسب واحد سميش ماينس سميشن البروبابيلتي بتاع ده وده وده، واقل فاليو فيهم هي بتمثل التوب اوف ذا تري. فيري سيمبل، طلع مثلا الفوليوم اوف شيل اقل من 40% بتقدر تفصل وهي التوب اوف ذا تري. لو يس يبقى انا عندي نت ساند، لو نو ما عنديش ساند اصلا. طيب الديسيجن نوتس بقى هستخدم بروستي مثلا، هي طلعت التري الثانيه، لو البروستي اعلى من 0.1 يبقى نت ريزرفور، لو اقل من 0.1 يبقى نون ريزرفور. طيب بعد كده هستخدم نوت ثالثه اللي هي الووتر ساتوريشن عشان اطلع النت بين من النون نت بين. فدي مهمه جدا ان انا اقدر استخدم الانبوت لوجز في التري الجوريزم. هنشوف مع بعض بعد دي جوبيتر نوت بوك للديسيجن تري، واوريك ازاي الخطوات دي كلها عملناها. ماشي، اول حاجه بتعمل داتا كولكشن اند امبورتنج. انا هنا عملت بيرميابيلتي بريدكشن ديسيجن تري. الاكزامبل اللي فات ده كان ديسيجن تري كلاسيفيكيشن، هنا ده ديسيجن تري ريجريشن. خلي بالك في الديسيجن تري كلاسيفيكيشن بيستخدم الجيني اندكس، في الريجريسور بيشوف اقل لوج اداني اعلى ار سكوير، يعني بيحط مره لو انا مثلا هستخدم بيرميابيلتي بيحط اللوجز مثلا الجمري هنا في التوب، ومره الريزستيفتي، ومره الدنسيتي ميوتو، ويشوف مين اللوج اللي اداني اعلى ار سكوير في الاول يحط هو التوب اوف ذا تري، واقل لوج في الار سكوير يحط هو الاند اوف ذا تري. تمام، فهنا عملنا داتا كولكشن وامبورتنج. الستيب اللي بعديها بنعمل ديبث شيفتنج، لان دي كور داتا لازم تعمل شيفتنج للكور مع اللوج، وبعد كده بتدخلها في البايثون. بتعمل حاجه اسمها الهيت ماب. الهيت ماب دي فكرتها ببساطه جدا، حاجه اسمها بيرسون كولوريشن كو اوفيشنت.
البيرسون كولوريشن كوفيشنت دي بعمل ايه فيها؟ بيبقى مثلا لو عندي جاما ري وعندي دينستي وعندي نيوتر مثلا، بروح اعمل دول اقارنهم، اقارن الجاما ري مع الدينستي، احسب الار سكوير الجاما ري مع النيوترون، واحسب الجاما ري مع البرميابيليتي، واحسب البرميابيليتي مع الدنسيتي والبرميابيليتي مع النيوترون، ويطلع لي زي ماب بالكلر. كل ما الكلر يبقى غامق كل ما يبقى الار سكوير قليل، كل ما الكلر يبقى فاتح كل ما الار سكوير عالي. فبروح للصف اللي انا انترستد فيه اللي هو الكور برميابيليتي، واشوف اني لوجز ادتني اعلى ار سكوير مع الكور برميابيليتي عشان اقدر استخدمه. بس خلي بالك من حاجه، لو عندي الدنسيتي والنيوترون عاملين كولوريشن قوي قوي مع بعض، هشيل واحد فيهم. ليه؟ لو انت سبت الاثنين هتعمل مشكله اوفر فيتنج، الموديل هيحب الاثنين لوجز دول وهيهمل بقيه اللوجز، وانا مش عايز كده. انا عايز الموديل ريسبكت كل انبوت لوج انا مدخله. فلو لقيت اثنين هاي كورليتد فاريبل مع بعض هشيل واحد منهم. خلي بالك من الحته دي، عشان كده بنعمل هيت ماب عشان نشوف كل اللوجز مع بعض ونشوف اللوجز مع البيرم. هنشوفها دلوقتي في الجوبيتر نوت بوك اوت. وبعد الهيت ماب بعمل داتا سبليتنج، وبعد كده بعمل داتا نورماليزيشن، وبعد كده بستخدم الديسيجن تري موديل، وبعد كده بحسب المين سكوير ايرور، وبعد كده بحسب كود اسمه فيتشر امبورتنس. ده كود فيري سيمبل بيوريني اني لوج اللي بيأثر في الموديل اكتر من التاني، المين اللوج اللي كان بيأثر في الاوتبوت فاليو اكتر من التاني. فهنا مثلا البيف بيأثر في الموديل اكتر من الدينستي، فاجيب انا عارف ان البيف لوك السنسيتيفيتي بتاعته في الماشين ليرنينج موديل اعلى من الدنسيتي في الاوتبوت ريزلت. وبعد كده بعمل حاجه اسمها هايبر بارامتر تيونينج. يعني ايه؟ يعني بشوف انا عندي هنا الايرور كيرف في الحته دي، عملت فانكشن مع عدد الايه النودز، هنشوفها مع بعض في الشوبتر نوت بوك. وهنا نفس الكلام مع الروت نود ومعاه التوب اوف ذا تري، او عدد الايه الليفز، عدد الايه الورق او عدد الانترنال نودز. فبشوف اكتر حته فيها ايرور قليل في الفاليديشن والتستنج، انا عندي اوفر فيتنج، راح اخد النقطه دي اللي فيها اقل فاليو للتستنج واقل فاليو للايه للتريننج، واعدل الموديل وارجع اقارن البريدكتد فيرسز الاكتوال. هلاقي ان يعتبر في ماتش كويس جدا ما عدا نقطه واحده، هلاقيها باينه قوي في الكروس بلوت، النقطة دي هي اللي قللت الار سكوير 0.8. يعني النقطة دي لو ما كانتش موجودة كان الموديل هيكون 95% كويس، وده في ايه؟ في تيستنج داتا. نروح بقى نشوف الحاجة دي في الجوبيتر نوت بوك ونرجع تاني للبرزنتيشن. ثانية واحدة افتحها في الجوبيتر نوت بوك. طبعا انت بقى هتعمل ايه؟ هتروح تفتح جوجل لو مش شغلت ماشين ليرنينج قبل كده وبعد ما تتعلم البايثون، تفتح اناكوندا. اناكوندا وتعمل انستوليشن للاناكوندا. اول لما تعمل انستوليشن للاناكوندا هتعمل سيرش في الويندوز عندك، هتلاقي حاجه اسمها جوبيتر، هتفتح هيجي لك ويندو، تقوم مش زي دي ويندو تانية، تقوم فايل اي مثلا نيو نوت بوك بايثون 3 وتكتب فيها اللي انت عايزه. فده كود انا كنت كاتبه قبل كده من فتره كبيره. هنا انا بعمل امبورتنج للداتا، يعني انا بعمل امبورتنج للبانداز، امبورتنج للنوم بوي اللي انا اتكلمت عليهم المسؤولين عن الداتا فيجواليزيشن والداتا مانيبيوليشن. عملت امبورت لحاجه اسمها مات بلوتليب فور فيجواليزيشن، امبورت سي بورن لايبرري برضه فور فيجواليزيشن. وبعد كده عملت ناديت على السايكت لير، يا سايكت لير قول لي ان انا عايز اشتغل داتا بري بروسيسنج، فنادي على مكتبه البري بروسيسنج، نادي على الترين تيستنج سبليت لايبرري، ونادي على البوست سكيلر. وبعد كده ناديت على السايكت ليرن، انا ناديت على ان عشان اعمل موديل ايفالويشن ده كلاسيفيكيشن، عايز الكونفيوجن ماتريكس لايبرري، عايز الاكيوريسي سكور لايبرري، عايز الاف 1 سكور، عايز الريكول سكور. وبعد كده ناديت على الديسيجن تري، انا هنا كتبها اس في اور دي غلطه مني، والمفروض هنا decision tree.
خلي بالك لما بتبقى عامل هاش يبقى انت مش هتأثر اصلا في النوت بوك. وناديت بعد كده على شكل التري، عملت امبورت لحاجه اسمها جرافيس لايبرري عشان اظهر التري بشكل كويس، وعملت امبورت لحاجه اسمها جريد سيرش. الجريد سيرش دي بتساعد في الهايبر بارامتر، بدل ما انت تقعد تعدل في البارامتر هو بيطلع لك الموديل باحسن بارامتر. بعد كده رحت حملت السي اس في داتا، الداتا كانت ديبس كاليبر دي ار اتش او جاماري ليثولوجي نيوترون بيف ريزيستيفيتي. انا عايز اعمل بريدكشن للليثولوجي. استخدمت كود اسمه سوري داتا لينس، ان انا بشوف اللينس بتاع الداتا عدد البوينتس عندي قد ايه، 1800 نقطه، عدد الانبوت اللي هي الفيتشرز، الانبوت لوجز اسمها فيتشرز 11 لوج. وبعد كده استخدمت الايكويشن اللي هي ديسكرايبنج الداتا، ابتديت اشوف الداتا الكاليبر الدنستي الجاماري النيوترون البيف. وبعد كده شفت انا عندي في نال فاليوز ولا لا، انا كل الفاليوز مظبوطه. وبعد كده ابتديت اشوف الكاونتنج كم نقطه، المينيمم قد ايه، الماكسيمم، ما عنديش اي حاجه ماينس 3 تسعات يبقى ما فيش اي نال فاليوز في الداتا، الداتا كويسه جدا. بعد كده بقى عملت داتا كولوريشن اللي هي الهيت ماب او البيرسون كولوريشن اوفيشنت باستخدام كود اسمه داتا كولوريشن. انا يهمني الليثولوجي، بشوف بقى هنا بمشي على الرو اللي فيه الليثولوجي داتا، فلقيت مثلا ما فيش ار سكوير كويس قوي، بس لقيت في اتنين بيدوني ار سكوير مقبول ماينس 0.51 ماينس 0.47. مين ده؟ عايز اعرف اللوج ده اعمل ايه؟ اروح فوق، اروح تحت اوبجكت ده البيف. يبقى البيف احسن واحد في اللوجز كلها الوحشه في الار سكوير، يبقى هستخدم البيف في الليثولوجي. مين اللي بعده؟ برضه بالنيجاتيف كولوريشن، يعني كل ما البيف فاليو بتزيد كل ما الليثولوجي كلاس يقل، يبقى كلاس 1. كل ما البيف فاليو يقل كل ما الكلاس يزيد، يبقى كلاس 3 او كلاس 4. يبقى نقدر استنتج ان كلاس 1 في الليثولوجي هو لايم ستون، وكلاس 3 او 4 ده يكون كلاستكس لان البيف هيقل فيه. يبقى انا عندي كام كلاس؟ انا عايز اعرف كام كلاس في الليثولوجي. انا عندي كلاس 1 2 3 4. يبقى انا اتوقع ان كلاس 1 ده حاجه زي لايم ستون او دولوماين، وكلاس 4 ده كلاستكس لسوستان ده او شيء، وماينس 0.47 وممكن ده مثلا. يبقى الريزستيفتي شالو والدنستي والبيف. انا اخترت مين هنا؟ انا اخترت البيف والريزستيفتي ديب والدنستي. تعال نشوف الريزستيفتي ديب، هتلاقي واحده من دول، هتلاقي دي، لا دي صح، 0.31. يعني هي مش حلو قوي بس مع الريكريشنز مش مظبوط كله، هنشوف هتطلع الريزلتس عامله ازاي. هنا بقى انا بقى معايا الليثولوجي ومعايا الثلاثه انبوت لوجز. انا استخدمت فانكشن بايثون فانكشن عشان اشيل اللوجز اللي مش هستخدمها في الموديل عشان ما تبوظليش الموديل. بعد كده ابتديت اعمل اساين لاكس وواي، الواي اللي هي الليثولوجي والاكس اللي هي اي حاجه غير الليثولوجي. ورحت بعد كده قلت له اطبع لي الاكس، فلما طبع لي الاكس طلع لي بيف تيب ريزستيفتي ودنستي، والواي هو الكلاسز اللي هي الليثولوجي. وبعد كده عملت داتا سبليتنج، لما قلت لك ان انا بقسم الداتا، هنا قسمتها 75 25، يعني التست سايز هيكون 25% من ال 1872 اللي هي هتكون كام رو؟ 468، والتريننج 1404. وبعد كده الديزيجن تري كلاسيفاير موديل، هنا انا ناديت على الديزيجن تري موديل، دي فانكشن انا ناديت على الديزيجن تري موديل، قلت له يا ديزيجن تري تعالى ايكوال ديزيجن تري بيساوي الديزيجن تري موديل بعدد الفيتشرز، وقلت له فيت من غير ما اعمل اي حاجه في البارامترز، وقلت له الواي بريدكتد الكلاس الواي هي بتساوي الموديل نفسه دوت بريدكت الاكس تيست، الواي بريدكتد ترين بتساوي دي تي بريدكت اكس ترين، الواي توتال الداتا كلها بريدكت دي تي بريدكت الاكس كلها. يعني مره كريت فاريبل للتستنج داتا للكلاسز من التستنج بس، ده كلاسز من التريننج بس، ده الواي على الداتا كلها. بعد كده رحت عملت confusion matrix للتريننج والتستنج عشان اشوف مين فيهم احسن، واخد بالك؟ الاكيوريسي سكور بتاع التريننج 100%، الاكيوريسي سكور بتاع التستنج 65. ده معناه ايه؟
حد يقدر يقول لي التريننج داتا 100% والاكيورسي 65؟ حد يتوقع عندي مشكلة هنا في الداتا، ايه هي؟ محدش عارف، مش محدش عارف خالص، نسيتوا البرزنتيشن ده لسه قايلنا من نص ساعة. ماشي مفيش مشكلة، دي الأوفر فيتنج لما قلنا من ال، أيوه أوفر فيتنج، برافو عليك، إن التريننج داتا الأكيورسي بتاعها مظبوط ورائع وجامد جدا، الأكيورسي بقى بتاعت التستنج مش حلوة، وده شكل الكونفيوجن ماتريكس. هنا أنا ده كلاس 1، ده اكتوال 1 وده بريدكتد 1، انا بمشي في الترند ده. هنا ده كلاس 2 اكتوال وبريدكتد، ده كلاس 3 اكتوال وبريدكتد، ده كلاس 4 اكتوال وبريدكتد، ماشي. هنا بقى انا هعمل حاجه، هبتدي اعمل هايبر بارامتر اوبتمايزيشن، انا عايز اشوف الماكسيمم ديبس بتاع التري قد ايه، التري كان حجمها قد ايه. كل ما التري حجمها يكبر كل ما انا معرض للاوفر فيتنج، كل ما حجم التري يكبر كل ما انا معرض للاوفر فيتنج، وبالتالي رحت انا عرفت انها 23 لاير، فده معناه ان حجمها كبير. رحت قلت انا عايز اشوف شكل التري، فعملت الكود ده واستخدمت الجراف فانكشن في البايثون عشان اشوف شكل التري. ده شكل التري بالظبط، ممكن تسيبها كايمج، سيف اس اتش تي ام ال وتسيبها وتشوفها، او ممكن تعمل لها برنت، فيري سيمبل، تدوس عليها كده وبرنت. طيب دلوقتي انا عملت لها اكستراكت بالكود ده انها تطلع لي كصوره، وممكن اطلعها كتكست، يعني انت معاك فانكشن اهي انا عاملها تطلعها كصوره وممكن تطلعها كتكست. دلوقتي بقى انا عايز اعرف الفيتشر امبورتنس، مين اللوجز اللي مأثره في الموديل اكتر. استخدمت فانكشن اسمها فيتشر امبورتنس بس عايز اشوفها، فبقى اطبق الكود ده، فيري سمبل كود باسمها ايه، سيبورن لايبرري، وعرف الاكس وعرف الواي وشوف. فطلع عندي الفيتشر دي بريزستيفيتي واكتر واحد مؤثر، والدنسيتي اقل واحد. هنا بقى انا دخلت في الهايبر بارامتر اوبتمايزيشن، ابتديت اعمل فانكشن في البايثون. في حاجه رائعه قوي لما تيجي تتعلم بايثون وتتفرج على الفيديوهات، تلاقي في حاجه اسمها يوزر ديفايند فانكشن. اليوزر ديفايند فانكشن دي جامده جدا، انا بستخدمها في البتروفيزيكس، ان انا بعمل كونسترين للليثولوجي، للشيل، للبروستي. انت ممكن تستخدمها عشان تعرف الماكسيمم، الاحسن ماكسيمم ديبس اوف ذا تري، وتعمل افويد للاوفر فيتنج. فانا عملت حاجه اسمها تيوند موديل فاريبل، وعملت له فيتنج وتريننج اكيورسي وفاليديشن اكيورسي، ورحت عملت بلوتنج لمين، للتيوند موديل داتا دي والاكيورسي داتا دي في اكس واي بلوت، فطلع لي كيرف اسمه تريننج وكيرف اسمه تيستنج. فالماكسيمم ديبث اوف ذا تري لما كانت 23 كانت هنا، فده معناه ان اوفر فيتنج، يبقى انا لازم اغير الفاليو بتاعت الماكسيمم ديبث اوف ذا تري، اقوم رايح لهنا الحته اللي فيها تيستنج قليل ككيرف وتريننج قليل، يبقى اربعه ما استخدمش دي، انا هنا التريننج حلو بس التيستنج وحش، يبقى انا لازم استخدم ماكسيمم ديبث اوف ذا تري اربعه او خمسه. هعمل بقى حاجة اسمها الماكسيموم ليف نودز، النودز الأخيرة اللي هي مين، الديسيجن نود، مش الديسيجن نود، التيرمينال نودز، برضو هتبقى نفس الفانكشن واعمل بلوتينج واشوف. اوه لا، ده انا لازم الماكسيموم ليف نود ما تعلاش، لازم تكون هنا، تكون 25 ما تبقاش عالية. وبالتالي انا لازم استخدم الفاليوز اللي طلعت من هنا ومن هنا في التري، ما سيبش الالجوريزم زي ما هو كده. ودي نفس الكلام للمينيموم سامبل ليفز، عدد الليفز قد ايه جوه التري. اقوم بقى عامل ايه، رايح فتح قوس في الموديل، وبدل ما سايبه زي ما هو بالديفولت بارامترز، لا انا قايل له يا باشا الماكسيموم ليف نوت لازم تكون كذا، الماكسيموم ديبس بتاع التري يكون 6، المينيموم سامبل ليف يكون 18، وعدل لي الموديل. لما انا عملت كده انا بمنع الاوفر فيتنج، فروحت طبقت الموديل تاني، وهنا سميته موديفايد عشان افرق بينه وبين الاوريجينال موديل، ورحت خدت نفس الكونفيوجن ماتريكس وطبقتها. وبعد ما طبقت نفس الكونفيوجن ماتريكس لقيت ايه، انا عندي الزيرو اللي هي لايمستون، واخر حاجه الساندستون.
الاكيورسي بتاعت التريننج 71، الاكيورسي بتاعت التستنج 65. ده معناه ان انا حليت مشكلة الاوفر فيتنج، بس الموديل مش حلو، مودريت اقدر اقول عليه ايه، مودريت. انا فاكر ان دي كانت البيست ريزلت بالنسبه لي، وبالتالي انا وصلت للاوبتيمم ريزلت للديسيجن تري، ودي اخر حاجه عندي اقدر اطلعها في الديسيجن تري، ما اقدرش اعدل اكتر من كده. وبالنسبه لي ان الريزلت هنا افضل من اللي فوق، عشان اللي فوق اوفر فيتنج، اما هنا مش اوفر فيتنج. وبعد كده بقى بطبع حاجه اسمها كلاسيفيكيشن ريبورت، واشوف بقى كل كلاس البريسيشن والريكول بتاعه قد ايه. يعني لما الاقي البريسيشن الاقي ان الشيل مش مؤثر معايا، ده الشيل ده كويس، اللي عمل لي المشكله في الموديل هو الساند ستون، لان البريسيشن بتشوف لي قد ايه كل كلاس انا عملت له بريدكشن صح. فالساند ستون طلع لي 56، فده معناه انه اسوأ ليثولوجي كان في البريدكشن هو الساند ستون. فمشكلتي في الداتا هنا مع الديسيجن تري بريدكشن بتاع الساند ستون، فممكن اروح لموديل تاني. بس انا قلت لا، انا ممكن اجرب حاجه اسمها الجريت سيرش. الجريت سيرش دي ان هو بيعمل مليون اتريشن بكل البارامترز ويقول لك لا، انت انا طلعت لك البيست بارامترز كذا، يطبعها لك كمان، فيقول لك ده الماكسيمم ديبس بتاع التري كان احسن واحد في الاكيورسي كان 6، والفيتشر اوتو، والماكسيمم لوف نود 90. تعمل كونفيوجن ماتريكس للجريت سيرش تلاقي الدنيا فيها احسن، تلاقي الاكيوريسي سكور بتاعت التريننج 71 والتستنج 73، ودي احسن ريزلت طلعت. هنا بقى انا قلت لا، ده انا هستخدم الجريت سيرش احسن ما استخدم اليوزر ديفايند فانكشن، وده دايما اللي بعمل له ريكومنديشن. ما تعذبش نفسك في اليوزر ديفايند فانكشن وتتعب فيها. الجريت سيرش ده حل كويس جدا، انه بيعمل مليون اتريشن بكل البارامترز، يفضل يغير كل مره في كل بارامتر لغايه ما يوصل لك للبيست ريزلت. فلما ننزل بعد كده ونشوف الكلاسيفيكيشن ريبورت هنلاقي ان الشيل عالي قوي والساند كمان عالي، وبالتالي انا هطبق الموديل بتاع الجريت سيرش هو في اي ريزلت عندي في بلايند ويل، هطبقه في بلايند ويل هنا. وبرضو عملت الكودز وحملت الداتا بتاعت البلايند ويل، ونشوف الكونفيوجن ماتريكس بتاعها طلع 65، طلع الفرق 5% بينه وبين الريزلت بتاعت الفاليديشن. وبالتالي انا ممكن اقول على الموديل ده مودريت، مودريت ما اقدرش اقول عليه جود، حتى ممكن اقول عليه مودريت وداخل على الويك، بس مش ويك، مودريت. وكده ممكن استخدمه لو ما عنديش حل تاني، ودي اعلى ريزلت عندي، او ممكن اروح للنيورال نتورك، او ممكن اروح للراندوم فورس. اي سؤال في الديسيجن تري؟ Any questions في decision tree؟ مفهومة؟ مفهوم أستاذ. ماشي، نروح بقى للإيه؟ أنت راح تتطرق للراندوم فورست بعدها؟ ناخد آه بريك تمام. 10 دقايق وبعد كده نرجع للراندوم فورست. أوكي ماكو مشكلة. ماشي.
في أي أسئلة في الجزء اللي فات؟ مفيش أي أسئلة خالص. طب أنا بقى عندي سؤال، في حد قبل كده اشتغل ماشين ليرنينج بريدكشن لأي حاجة؟ حد حتى بيعرف لغة بايثون بيحضر معانا؟ نعم أنا اشتغلت. اشتغلت ماشين ليرنينج ولا بايثون؟ نعم طب فيري جود، اثنينهم برافو عليك. استخدمت أنهي ألجوريزم؟ استخدمت decision tree random forest linear regression Very good. يعني أغلب الخوارزميات. طب كويس جدا، واستفدت فيه معلومات النهارده جديده جات لك. اي نعم يعني خاصة مفاهيم الإحصاء دي مهمه قوي، احنا الأساسيات لو كان وقتنا اكبر كنت شرحت لك اصلا ايه هي البيرسون كورليشن كوفيشنت. يعني انا عامل سلايد كده بعمل لك شيء فكرني شارح كده بستبس ازاي البيرسون كورليشن كوفيشنت دي بتتعمل، يعني الهيت ماب دي الديتيلز بتاعتها ازاي بتتعمل اصلا. ففكرني بعد الكورس اللي بعمل لك شير ليه. تمام إن شاء الله. ماشي، نخش بقى السلايد اللي بعدها. راندوم فورست، راندوم بس فورست. قبلها بالنسبة قول. للخوارزميات اللي مرت، يعني شنو حجم البيانات اللي تحتاجها؟ مثلا أكو algorithms تحتاج بيانات قليلة، أكو تحتاج كلش بيانات ضخمة، ده سؤال فتقدر كويس. توضح هاي الفقرة؟ اقولك، بص دلوقتي يعني لما بنيجي نتكلم كل اللي اتكلمنا فيه ده اسمه الشالو. انا ما اشتغلتش دي عشان انا مش انترست فيه بصراحه، مش هيفيدني في شغل. الشالو ده انت يعني اخرك تشتغل على 50 نقطه 40 نقطه، اقل من كده بس اشتغل لينير ريجريشن ده مش هيجيب لك حاجه. كلهم ريليتيف، مفيش حاجه اسمها ان انا اروح للنيورال نتورك لو النقط اكتر، مفيش حاجه اسمها اروح للتري لو النقط اقل. انت هتعمل ايه؟ هما المودلز اللي انا بحبها والمفضله دايما التري والنيورال نتورك، عشان كده انا هتكلم فيها. بس مره واحده كنت بعمل بريدكشن ولقيت السبورت فيكتور ماشين اداني داتا كويس، ريزلت كويس. لو الداتا بقى 10 او 20 ما تعذبش نفسك واشتغل مالتيبل لينير ريجريشن، لان 10 او 20 بوينت ما لهمش لازمه للماشين ليرنينج، مش هيجيب لك حاجه جديده. فانت حط نفسك كات اوف، لو البوينتس اكتر من 40 50 خش على الماشين ليرنينج، اقل اشتغل مالتيبل لينير ريجريشن او لينير ريجريشن. في الالجوريزمز نفسها الافضل التري والنيورال عشان فيهم هايبر بارامتر اوبتمايزيشن. بس لو انت بتشتغل على تو كلوزز اللوجيستيك ريجريشن هيبقى حلو جدا معاك. اللوجيستيك ريجريشن ده الجوريزم كلاسيفيكيشن رائع في التو كلاس، اكتر من تو كلاس تلاقيه ضاع منك. بس برضه مش هتخسر حاجه لو جربت السبورت فيكتور ماشين. انت كاريت نوت بوك اكنها تمبلت ليك لكل الجوريزم، وكل ما بتيجي تشتغل على اي داتا تخش تحمل الداتا على طول على النوت بوك بتاعك. تمام. تمام دلوقتي راندوم أعتقد فورست. كولاب هو أحسن تمام. ايه بالنوت كول بوك. اب ده؟ كولاب يومين قصدك؟ كولاب. كولاب من جوجل. كولاب. جوجل كولاب طبعا اريح. عارف ليه؟ لان الداتا بتتسيف على السيرفر بتاعهم، بس انا ما نعم اشتغلش عليه. ليه بقى؟ عشان بشتغل على داتا الشركات، ما اقدرش انقل داتا الشركات اللي انا شغال فيها لكولاب. اروح في داهيه اشتغل فين؟ على الجوبيتر عشان يبقى على جهازي بس. هناك بيتسيف على سيرفر، ما تعرفش الداتا دي ممكن تروح لمين. نعم بالضبط. فتيك كير من حاجه زي كده. يعني ربنا كرمك واشتغلت في شركه نفط عندك، اشتغل على الجوبيتر او السبايدر اللي يبقى امبيدد في اللابتوب بتاعك. ماشي. تمام دلوقتي احنا هنتكلم عن راندوم فورست بيستخدم للريجريشن والكلاسيفيكيشن. وميزه بقى الراندوم فورست هو بيعمل كذا تري، قول 100 تري هيعمل لك 100 تري، وال 100 تري دول كل تري هيطلع لك كلاس منها، والموست بروبابل كلاس اللي طلع عند كل ديبس هي الكلاس اسايند. يعني ايه؟ لو قلنا مثلا عند ديبس 5000 عملت 100 تري، طلع لي مثلا كلاس 1 بنسبة
60%، يبقى انا اكتر كلاس هو مين؟ كلاس 1. يبقى انا عند دبس 5000 هعمل اساينينج لكلاس 1 اللي هي بقى عن الميثود اسمها ايه، ماجوريتي فوت. اما الريجريشن هياخد الافريج فاليو من كل تري، يعني لو تري مطلع لي مثلا البرميابيليتي هنا 10 وهنا 70 وهنا 50 وهنا 40، هاخد الافريج. عشان كده الراندوم فورست اقوى من الديسيجن تري، هو بيستخدم مالتيبل تريز، يا اما ياخد الميجوريتي فوت يا اما ياخد الافريج، وبالتالي الراندوم فورست هو افضل واحد، افضل الجوريزم بالنسبه لي انا، احسن من التري وبينافس النيورال نتورك بشده، وهو والجريديان بوست. ليه؟ عشان حاجه زي كده، هو بيحسن الديسيجن تري، عشان كده تلاقي الريزلتس بتاعته افضل. نشوف بقى اكزامبل هنا وبعد كده نشوفه في النوت بوك. دلوقتي عندي داتا كولكشن برضو بنفس الورك فلو والهيت ماب، عملت سبليتنج، عملت نورماليزيشن، كريت الموديل. هنا كنت بعمل اكتوال داتا راندوم فورست موديل روك تايبس، كان عندي 4 روك تايبس 1 2 3 4، بس دايما البايثون بيبتدي من 0، ف0 دي ايكوفالنت لروك تايب 1 عندي، 1 equivalent to rock type 2، 2 equivalent to rock type 3، و 3 equivalent to rock type 4. وبشوف confusion matrix، وعملت feature importance، وعملت برضو hyper parameter optimization، و current predicted versus actual. فانا لما اشوف الروك تايب من الكور هنا هلاقيها كويسة جدا مقارنة بالpredicted rock type، حتة بس الاثنين فيهم دبسين بس اللي فيهم mismatch، 3 1 2 3، فالaccuracy score هنا كانت كويسة. هنخش بقى في النيورال نتورك، بس الاول عايز اوريك جوبيتر نوت بوك لايه، لراندوم فورست. صح، تحتك بس الجوبيتر، تعال نشوف. احنا المره اللي فاتت شفنا كلاسيفاير، تعال نشوف ريجريشن. طبعا انت فهمت حته ان انا بعمل كولينج للحاجه، ريت السي اس في الداتا لينس، عملت ديسكرايبنج الداتا نفس الورك فلو بالظبط، عملت كولوريشن. هنا كانت كور بيرميابيليتي، لما اجي ابص في اي فاريبل مديني ار سكوير كويس، اه في ده كويس جدا، ده مين ده بقى؟ ننزل ده الدينستي، ومين اللي بعده؟ ده مين ده؟ الجاما راي. طب عايزين نتأكد هل الجامري والدنس عاملين كولوريشن مع بعض؟ تعال نشوف. لا 0.5 مش عاملين. لو انت لقيت دي اعلى من 0.75 مش هينفع تستخدم الاثنين، هتشيل واحد منهم. طب حد يقول لي لو انا دي كانت اعلى من لو كانت 0.8 اشيل الجامري ولا اشيل الدنستي لو هم كولوريتد مع بعض؟ يعني اشيل الجامري ولا اشيل الدنستي؟ انا عايز سجشن من كذا حد، يا ريت لو انا لقيت ان الجامري هاي كولوريتد مع الدنستي والاثنين هاي كولوريتد مع البرميابيلتي، مين فيهم في الاكزامبل اللي قدامنا ده، شايفين الفاليو دي وشايفين الفاليو دي، مين فيهم اللي شيله اللي ما استخدموش، واستخدم اني واحد فيهم، اختار الجامري ولا اختار الدنستي؟ مش حد اعتقد الكار بيرميابيليتي هو اذا الهدف مالتنا فراح نستخدم الدنسيتي ونترك الجاميري. انت ليه قلت نختار الدنسيتي وما نقولش الجاميري؟ ايه السبب؟ لان علاقته قويه مع البيرميابيليتي. اه برافو عليك. انا بختار بقى بشوف مين في الاثنين الكولوريشن بتاعه اعلى مع الكور بيرميابيليتي، فلقيت الدنسيتي اعلى 0.81 هنا 0.67، فدي اعلى، دي اعلى كان نيجاتيف كولوريشن. لما يكون نيجاتيف كولوريشن يعني معناه انفرس ريليشن شيب، يعني لما الكور بيرميابيليتي تزيد الدنستي ايه تقل. تمام، بعد كده شلنا اللوكس اللي مش عايزينها، استخدمت الجامري والدنستي، عملت سبليتنج. الداتا هنا قليله بقى قوي عشان دي كور داتا، 54 تريننج 19 تيست، وعملت الراندوم فورست العادي، وعملت هيستوجرام اشوف الريزلت بتاعتي طلع قد ايه، وبعد كده عملت الار سكوير.
هنا الار سكوير في التستنج بكام؟ ب 89. المين سكوير ايرور ب 1600، عالي شويه بس الار سكوير مش وحش 0.89. فالفاليديشن داتا انا عملتها للتستنج كويس، فده معناه ان الموديل 80% كويس مش 100%. ليه؟ لازم استخدم البلايند ويل. فهنا الموديل حلو وكويس وان شاء الله اشتغل بيه، بس I need to be sure. فاعمل ايه بقى؟ اروح هنا كنت بعمل حاجة اسمها باكينج، وهنا بعمل جريد سيرش، اروح اشوف البلايند ويل. البلايند ويل اللي طلع لي ريزلت عامله ازاي؟ 0.54. هنا الموديل اقول عليه 70% كويس. ليه؟ في البلايند ويل طلع وحش وفي التستنج طلع كويس، فستيل انا ما اقدرش اعمل تراست للموديل ده. شفت يعني ايفن التستنج داتا ادت ار سكوير كويس، بس لازم تو بي شور، لازم استخدم بلايند ويل. فلما اجي اشوف بلوتنج للريزلت بتاعت الراندوم فورست بيرميابيلتي مع الاكتوال هلاقي فيه بوينتس كتير، هلاقي المشكله دايما في الهاي بيرميابيلتي. يعني اللو بيرميابيلتي فيري جود بريدكت، بس اي بوينت هاي بيرميابيلتي مش جود بريدكت. فالموديل بيعمل اندر استيميشن للبيرميابيلتي، اي كانت ريلاي اون ذات موديل. في نفس الداتا دي هوريك النيورال نتورك عملت ايه. تمام، نرجع بقى للنيورال نتورك. اي اسئله في الراندوم فورست؟ اي حد عنده سؤال راندوم فورست ممكن العفو، اعيد اي حاجه. بالنسبة للتستنج اللي صار بالبداية كانت الأكيرسي عالية. هذا الـ data points كانت داخل الـ بنفس البئر اللي نفس دربنا الـ. البير. انا كان عندي في الاريا دي ثلاث ابار، بيرين تمام. استخدمتهم تريننج، وبير استخدمته بلايند. ففي البرين التريننج اللي هما الموديل قسمت بقى تريننج 54 نقطة و19. فهنا بقى ايه 19 نقطة بس بتقيم بيهم صعبة، اما التانية كانت نقط بير كامل اللي كانت 12 او 13 نقطة. فكده انت قدرت تقيم في حاجة بلايند، فده لازم يفضل من ماي اكسبيرينس على فكرة دي، لان ما اقدرش اثق في التستنج بس. كذا بير وكذا اريا اشتغل فيها الاقي التستنج كويس والاقي البلايند ويل وحش. فالماشين ليرنينج خادع في الحتة دي، ايفن في التستنج بتلاقيه كويس بس تلاقيه في البلايند ويل مش كويس. كده انا بعمل ريكومنديشن لازم بلايند ويل، لازم لازم زين، بلايند ويل. شنو سبب الدقة العالية بالآبار التستينج؟ بص بقى السبب ان هي نقط مش كتير، يعني انا هنا 19 نقطة بس ماشي. وحاجة تانية، البرين دول فيهم نفس الريليشن شيب مع الانبوت لوجز. البلايند حكاية مختلفة خالص، يعني انا كان عندي هنا البلايند ويل كان انا قاصد اعمل كده، كان ديفرنت للسولوجي شويه يعني. كانوا الاثنين ساند ستون، بس التاني كان تمام. تشانل فيشز غير دي. فهل انا قلت بقى هل الماشين ليرنينج هينجح انه يعمل كابتشرنج لحاجه زي كده ولا لا؟ لا ما عرفش، بس النيورال ادى ريزلت حلو هوريك. فكانت قوه النيورال نتورك في حاجه زي كده، انه قادر في حاجه صعبه زي دي في نقط قليله في ديفرنت تشانل فيشز قدر يعمل لها كابتشرنج. فعلشان كده وقتها انا حبيت النيورال قوي، بس برضه انا بحب التري، يعني التري بالذات في الكلاسيفيكيشن بتاعه معايا ريزلتس كويسه جدا. تمام، واضح. اي سؤال تاني؟ اي حد شكرا عنده شكرا. اي سؤال؟ اي حد عايز نعيد له اي حاجه في النوت بوك ده؟ أي أحد عنده سؤال يقدر يسوي رايس هاند. تمام، نقفل الشير بقى ونرجع للبرزنتيشن. النيورال نتورك دي اشهر حاجه ودايما الناس في الاندستري بتشتغل بيها، عشان هي اللي موجوده في السوفت ويرز التري الجوريزمز. التري الديسيجن تري بس موجود في التك لوج وحش جدا، مش موجود في الاي بي، مش موجود في الجيولوج. كل الالجوريزم اللي هي بتاعت التري مش موجوده في السوفت ويرز. عشان كده انا اضطريت اروح اتعلم البايثون واتعلم الالجوريزم دي من 5 سنين ولا 4 سنين عشان ايه اعرف اشتغل الحاجات دي. طيب دلوقتي انا عندي نيورال نتورك بتنقسم حاجتين، كلاسيفيكيشن وريجريشن. الكلاسيفيكيشن ان انا هطلع ديفرنت كلاسز يبقى ديفرنت اوتبوت لايرز، الريجريشن هطلع وان اوتبوت لاير.
لما بنيجي نتكلم على النيورال نتورك، انا عندي حاجه اسمها انبوت لوجز او انبوت نودز، هي عامله زي الشبكات العصبيه، فدي بقول عليها ستراكشر، هي عباره عن انبوت لاير او انبوت نودز بيتوصلوا بهيدن لايرز او هيدن نودز بالشبكه العصبيه نفسها لحاجات الاعصاب. دي اسمها ايه؟ دي اسمها الكونكتنج ويتس. يعني انا دلوقتي بيبقى معايا انبوت لوج ومعايا نود، عشان ادي فاليو للنود دي بتساوي ايه؟ النود فاليو دي بتساوي ايه؟ بتساوي الجاما ري لوج كفاليو بعد النورماليزيشن مضروب في راندوم فاليو، فاليو وهميه، اي فاليو للويت بتاع الجاما ري مع النود دي، الفاليو بتاعت السلونس مع راندوم فاليو هنا مضروبه في السلونس بتديني النود دي، النيوترون مضروبه في راندوم فاليو تديني النود دي، الدنسيتي في راندوم فاليو للنود دي. بس النود دي بتساوي ايه بقى؟ السوميشن، السوميشن بتاع الجاما ري في الفاليو الوهميه بتاعت الويت ده زائد السلونس في الويت ده زائد النيوترون في الويت ده زائد الدنسيتي في الويت ده. نفس الكلام للنود دي، نفس الكلام للنود دي، نفس الكلام للنود دي. طب بقى الاوتبوتس هنا، ده دي بقى بضرب الانبوت النود دي كفاليو بقت 1 فاليو بضربها في راندوم ويت فاليو بتروح لده وبتروح لده وبتروح لده، ونفس الكلام ده بضربها في الويت بيروح لده وبيروح لده وبيروح لده. نفس الكلام هنا، النود دي بضربها في ويت فاليو هنا عشان اطلع الاوتبوت فاليو، بس الاوتبوت هنا بقى بيساوي ايه؟ السميشن بتاع النود دي في الويت ده زائد النود دي في الويت ده زائد النود دي في الويت ده زائد النود دي في الويت ده. يبقى انا النيورال نتورك ستراكشر كومبليكيتد، معتمد على انبوت لوجز او انبوت لودز نودز، راندوم ويتس بتوصل بين الانبوت نودز مع الهيدن لايرز، والهيدن لايرز متوصلين بالاوتبوت برضه راندوم ويتس تانيين. لو انت بقى زودت الهيدن لايرز دي بدل 1 بقت 2 و3 و4، انت خرجت من مرحله الشالو ماشين ليرنينج رحت للديب. ده الفرق بين الشالو والديب. الديب ليرنينج هو نيورال نتورك بكذا هيدن لاير، الديب ليرنينج هو كذا نيورال نتورك، كذا قصدي هو عباره عن نيورال نتورك بس بكذا هيدن لاير. يبقى انا عندي الانبوت لايرز، عندي الهيدن لايرز، الكونكشن بين النودز والانبوتس والاوت. في اتنين الجوريزم بيستخدموا للاستراكشر بتاع النتورك، حاجه اسمها فورورد وحاجه اسمها باكورد. يعني ايه؟ انا بروح كده، سوري، انا بروح كده وبعد كده برجع كده. الموديل اللي انا رايح ده اسمه فيد فورورد، الموديل وانا راجع اسمه باكورد، باكورد بروباجيشن الجوريزم. النودز دي الحسابات بتاعتها بتتحسب بحاجه اسمها الاكتيفيشن فانكشن، اشهر اكتيفيشن فانكشن اسمها السيجمويد، واحد على الاس ماينس المضروب الفاليو بتاع اللوج في الويت. طيب ايه الفكره بقى؟ الفكره لما بنيجي نتكلم هنتكلم على الريجريشن عشان اسهل. هطلع الاول، انا بعمل مليون ترايل او بعمل 1000 ترايل، اول ترايل انا هعمل بريدكشن للبرميابيلتي. البريدكتد بيرميابيلتي الاوتبوت انا افترضت ارقام وهميه للويتس، يعني الويت ده اديته رقم وهمي، الويت ده اديته رقم وهمي، الويت ده رقم وهمي، الويت ده رقم وهمي، كل ويت انا اديته رقم وهمي. البيرميابيلتي اللي بريدكتد طلعت لي 100000، والحقيقيه 15. هحسب الايرور هنا، الايرور هيبقى عباره عن ايه؟ ده ماينس ده سكوير، هيبقى فاليو كبيره جدا. طب انا عايز اقلل الايرور ده، انا عايز اخلي دي تقرب من دي، اقوم عامل ايه بقى؟ ايه الحاجه اللي انا اقدر اعدل فيها؟ انا ما اقدرش اعدل في الانبوت لوجز، وما اقدرش اعدل في الاكتيفيشن فانكشن. الحاجه الوحيده اللي اقدر اعدل فيها هي الويتس، فبعمل حاجه اسمها، بحسب حاجه اسمها البارشال ديريفيتيفز. يعني انا عايز اروح من هنا لهنا، انا ما اقدرش اروح دايركت، انا محتاج اروح لهنا والهنا لهنا، فبحسب البارشال ديريفيتيف معدل التغير بتاع الاوتبوت بالنسبه للايرور، وبحسب بعد كده البارشال ديريفيتيف السم اوف ذا برودكت. ايه هو السم اوف ذا برودكت؟ اللي هو الاكتيفيشن فانكشن بتاعي، معدل التغير بتاع السم اوف ذا برودكت بالنسبه للتغير بتاع البريدكشن اوت، وبعد كده بحسب معدل التغير بتاع الانبوت ويت
لمعدل التغير للسم اوف ذا بروت. فلما بحسب البارشال ديريفيتيفز هنا بقدر اغير الفاليو بتاعت الويت مع كل اتريشن لغايه ما بدل ال 100,000 دي بقت 20. عند الاتريشن دي خلاص الموديل بقى ناجح، لانه خلى الايرور بقى قليل جدا والار سكوير بقى عالي جدا. فكل فكره النيورال نتورك او المالتي لاير بيرسبترون ان اعمل اغير في الويتس، بس عشان اغير في الويتس ما اقدرش اروح لها دايركت من الايرور، محتاج الاول اشوف معدل التغيير بتاع الاوتبوت بالنسبه للايرور واحسب معدل التغيير بتاع السم اوف ذا برودكت بالنسبه للاوت عشان اقدر اوصل لمعدل التغيير بتاع الويت بالنسبه للسم اوف ذا. في اي سؤال بالنسبه للنيورال نتورك كثيوري؟ دي فيري سيمبل. اي سؤال؟ اهم حاجه تبقى عارف ان النيورال نتورك كل البارامترز اللي بتتغير فيها بتتغير في الويتس بس، عن طريق الباك بروباجيشن الجوريزم اللي بيعتمد على حسابات البارشال ديريفيتيف بتاعت البريدكشن اوتبوت with respect to error plus the partial derivative بتاع sum of the product اللي هي الاكتيفيشن فانكشن بالنسبه للبريدكشن اوت، والبارشال ديريفيتيف بتاع الويت بالنسبه للسم اوف ذا. نروح نشوف النوت بوك. في اي سؤال في السيوري قبل ما نروح النوت بوك؟ تمام. شنو هي الهايبر بارامترز مال هاي النتورك؟ الهايبر بارامتر اللي هي الاكتيفيشن فانكشن اللي بنغير فيها، والايه والاسماء الثانيه هوريها لك. والله تصدقني في واحده كده بارامتر ثاني هوريه لك دلوقتي في النوت بوك. في حاجه غير الكوست الاكتيفيشن؟ فانكشن. لا مش الكوست، هفتح لك النوت بوك وهوريها لك. معلش انا بقالي 5 شهور ما استخدمتش نيورال نتورك فنسيت اسم البارامتر. ثانية واحدة انا مسيف عني اهي. السولفر دي مهمة اوي، حتة السولفر دي ليه بقى؟ انت شايف شايف السكرين؟ نعم والله. الاكتيفيشن فانكشن هل انت بتتعامل مع ريجريشن ولا كلاسيفيكيشن؟ ريجريشن بتستخدم ريليو، هي انواع اكتيفيشن فانكشن. هتتعامل مع كلاسيفيكيشن هتستخدم السيجمويد، يبقى ريليو اكتيفيشن فانكشن. فكرني ببعت لك لو انت انترستد ابعت لك طريقه تفكيك الريليو تمام. الاكتيفيشن فانكشن بتاعت الريليو. لو هتتعامل مع كلاسيفيكيشن هتتعامل مع مين؟ مع سيجمويد. دلوقتي حته السولفر دي مهمه قوي، خلي بالك لو عندك الداتا سيت قليله استخدم سولفر اسمه ال بي اف جي اس، لو الداتا سيت كتير استخدم ادم اوبتمايزر. خلي بالك دي مهمه جدا. السولفر ده عباره عن ايه؟ اللي بيعمل سولفنج للديريفيتيفز. يبقى انت تكير لو عدد البوينتس مش كتير يعني 50 100 150 استخدم ال بي اف جي اس، عدد البوينتس عدى ال 1000 2000 3 استخدم ادم اوبتمايزر. تمام، دي اهم حاجه، دي مهمه جدا. كذا مره كنت اغلط في احط ادم في الداتا سيت الاقي الريزلتس طالعه وحش، الاقي دي بتديني ريزلتس احسن بكتير. وده عيب السوفت ويرز ان التيك لوج بيستخدم ادم اوبتمايزر، فلما بيبقى معاك لو داتا سيت تلاقي التيك لوج وحش جدا في نيورال نتورك. تمام حلو. يعني هاي الـ Optimizer نقدر نستخدمها على 40 data point؟ 40 ماشي بس قليله شويه، بس تستخدم ال بي اف جي اس ما تستخدمش ادم. ماشي تمام. انا عملت برضو امبورت للداتا والكلام اللي وريناه كل مره والهيت ماب، واستخدمنا الجمري والدينستي وعملت النورماليزيشن اللي هو ريبوست سكيلر، وبعد كده عملت سبليتنج، وهنا استخدمت اكتيفيشن ريليو سولفر الليرنينج ريت انف سكيلنج. دي حاجه مش يعني لو جربت مره ادابتيف او انف سكيلنج مش تفرق معاك. ايرلي ستوبنج ترو يعني ايه؟ يعني لما تلاقي الايرور قل وابتدى يزيد اقف ما تقولوش كمل عشان ما تعملش اوفر فيتنج. يبقى الايرلي ستوبنج دي بتمنع الاوفر فيتنج، اول ما تلاقي قل خلاص اقف ما تزيدش عن كده. الالفا دي بارامتر مش مهم قوي يعني في الموديل، وبعد كده بتحسب الحاجه بتاعتك. قال لي ان الهيدن لايرز كانت 102. طيب انا عايز اشوف الريزلت بتاعت التستنج. انا حسبت دي كود تانية عملتها لحساب الاكس تيست مع التريننج. الار سكوير بتاع التريننج كان 0.92، بتاع التستنج كان كويس 0.87.
يبقى ده معناه المودرن هيبقى 80% كويس. عايزين نتأكد من البلايند ويل، نروح نشوف البلايند ويل. هنا انا كنت بعمل ترايل تانية بسولفر ادم، الار سكوير كان فيه اوحش. هتلاقي الار سكوير اهو مع التستنج 0.82، هناك كان الار سكوير 0.87. وبالتالي زي ما بقول لك ال بي اف جي اس افضل بكتير من ادم اوبتمايزر في اللو داتا سيت. هنا عملت الجريد سيرش ولقيت ان الار سكوير طلع لي احسن في الجريد سيرش 0.88. رحت بعد كده طبقت الداتا دي على بلايند ويل، عملت برضه انستنت ريبورت سكيلر اللي هو نورماليزيشن، وقارنت بقى الايه الار سكوير بتاعتي طلعت 0.72 احسن من الراندوم فورست. ولو انت تفتكر معايا الهايبر مابيليتي ما كانتش كابتشرد براندوم فورست، لما تيجي تبص هنا الحتة الدبسات اللي فيها هايبر مابيليتي ما كانتش كويسة، دي ودي ودي، ولكن النيورال نتورك قدر يحل لي المشكلة دي، قدر يعمل لي كابتشرنج للهايبر مابيليتي روك. يعني التستنج 0.88 والبلايند ويل 0.73، انا شايف ان موديل زي ده ناجح جدا، يقدر يستخدم في الفيلد بتاعي وانا 100% مطمن، لانه قدر يحل لي مشكلة ما كانتش موجودة في الالجوريزمز التانية. تمام؟ تمام. علشان يعني كده يفضل انك تجرب كل الالجوريزمز. افرض الجوريزم طلع لك 0.9، انت قلت خلاص انا هقف على ده، بس في الجوريزم تاني كان ممكن يخليك 0.98 تضيعه منك ليه؟ فلازم النصيحه تطبق من اول السبورت فيكتور او تبتدي مالتيبل لينير ريجريشن. سبورت فيكتور، ديزيجن تري، راندوم فورست، جريديان بوستنج، نيورال نتورك، تطبقهم في كل فيلد عندك وتشوف مين احسن. تمام، يعني هذا الشغل لازم يكون بتجربة الالغوريثمز كلها شيء يعني انت على لو انت شكل قارنت نوتبوك، يعني انت ما ممكن يكون بسوفت وير ونجربهم كلهن. لا سوفت وير مش موجود في كل الالجوريزمز لازم نوتبوك. واضح. وفي ناس بتحب، انا شفت كذا حد يعني عامل شيرنج للفيز نوت بوك على الجيت هاب بيحط الالجوريزمز كلها في وان فايل. انا احبش كده، مش عايز اتشتت، دي طبيعتي، كل واحد حر، انا احب كل واحد لوحده عشان اعرف اقارن كل نوت بوك بالتاني، فاهم؟ فهنا انا نعم شايف ان في نفس الداتا النيورال نت بتحلل المشكله ما كانتش راندوم فورست، فاهم قصدي؟ فدي مهمه جدا، مهمه قوي. وفي كود بفكرني اعمل لك شير لي اسمه بايب لاين، يقول لك اني الجوريزم في الكلاسيفيكيشن هو احسن واحد، بدل ما تقعد تجرب كله بكود واحد تقدر تعرف مين الالجوريزم اللي تستخدمه في الداتا بتاعتك. فكرني بعمل لك ليه شير دلوقتي. إن شاء الله. أنا بس بالنسبة للجريد سيرش، احنا شنو نخلي بيها؟ أي الفكرة بتاعتها؟ لا، البارامترز اللي نخلي الرينج مالتها مثلا لا هو الجريد سيرش ده learning مفيهوش rate. رينج، يعني هنا مثلا في النيورال نتورك لا الليرنينج ريت ده للديب ليرنينج، بس احنا بنستخدم مالتي لير بيرسبتور. اهم حاجه عندك الحاجات دي، شايف دي؟ او في ليرنينج ريت، انا اسف اتلخبطت، ليرنينج ريت انا بحب استخدمها ان في سكيلينج. بس تمام. لما بتعمل جريد سيرش انت بتقول له دي الرينج بتاع البارامترز بتاعتي، تقول له هيد اللايرز 2 او 3 مش اكتر من كده، لان انت لو اكتر من كده هيبقى ديب ليرنينج. الاكتيفيشن ريليو ولا 10 اتش ولا ايدنتيتي، دول اللي بيستخدموا للريجريشن، فلازم تكون انت عارف الاكتيفيشن فانكشنز تفصلهم بتوع الريجريشن من الكلاسيفيكيشن، وتشوف الادم وتشوف السولفر ادم ولا ال بي اف جي ال بي اف جي اس او اس جي اس جي دي، والليرنينج ريت الثلاث طرق، والليرنينج ريت انيشاليزيشن ببتدي باني فاليو، ممكن ببتدي أو هذه باقل فاليو. الأوبشن تجي بالمعرفة، يعني حسب خبرة الشخص ايوه بالبارامترز المناسبة. الله ينور عليك. وحاجه تانية، انا بديله الرينج الحاجه اللي تناسب الريجريشن داتا، لو انا كلاسيفيكيشن هغير الاكتيفيشن فانكشنز دي، فاهم قصدي؟ نعم. كل واحدة ليها الطريقة بتاعتها. وال ايرلي ستوبنج دايما ترو، عشان انت لو ما عملتش ايرلي ستوبنج ترو هيعمل لك اوفر فيك، لان دي اللي بيقف اول لما بيلاقي الكيرف بتاع التستنج يزيد يقوم واقف، يقول لك انا خلاص هوقف الموديل على كده، فاهم قصدي؟ لان لو هو قلت له مش ايرلي ستوبنج
هيوصل لأقل نقطة في التريننج، والتستنج هيبقى عندك اوفر فيتنج. فاهم قصدي؟ نعم بس دي مهمة جدا، الجريت سيرش بارامترز تلعب له في الهيدر ليرز، تغير في الاكتيفيشن فانكشن. السولفر دي اهم حاجة، دي اللي انا متأكد منها، دي ودي بالذات، ان دول بيفرقوا معاك جدا. كذا مرة استخدم ادم الاقي ريزلت بايظ، الاقي دي تديني ريزلت احسن، استخدم ريلي الاقي ريزلت كويس، الاقي تان اتش وتديني ريزلت اوحش. دي في الداتا بتاعتي، ممكن الداتا بتاعتك تقول كلام تاني. فدايما العب في الهايبر بارامتر اوبتمايزيشن، افضل غير، مش هتخسر حاجه. انت عارف لما بتغير بتعمل ايه من غير حتى الجريد سيرش. تعال نشوف، انت هنا بس بتغير الحاجه وتعمل لها ران. ممكن اوريك، تعال يعني مثلا نعمل، اضطر بقى اعمل ران كله تاني، مش تاخد دقيقتين، بنريد الداتا. هي بتاخد وقت عشان داتا كتير، بس وبعد كده ممكن تعمل ران اول، بس مش عايز اعمل ران اول، عايز اوريك التانية لما بنعمل ران وبنغير. فاهم؟ مش عايزين نتنام خلاص، احنا عرفنا اني داتا، بنعرف الاكس والواي وبنعمل النورماليزيشن. شفت سهل ازاي؟ تخيل بقى انت لما بتعمل كود واحد كتمبلت، مجرد امبورت الداتا، رن رن رن، اكنك في سوفت وير بالظبط. اهم حاجه تبقى الكود منظم. شفت انا وصلت لها في ثانيه؟ تعال نستخدم ادي، ماشي، ونعمل رن. هو عمل الموديل، تعال نشوف ده الار سكوير. مش في دي، انا طلعت كده الواي، انا كنت بطلع الواي تيست. طبق بقى الار سكوير، بص الار سكوير بقت كام، انت واخد بالك؟ نعم، أقل قال ده ضايع بوان. خالص، ماينس 0.52. طب تعالى نرجع ال بي اف جي اس، ونعمل رن تاني. بص الار سكوير بقت كام؟ 0.87. انا كاتبها هنا تيست سكور، دي غلط مني معلش، المفروض تيست ار سكوير مش سكور. آر سكور دي سكوير. اللي بنستخدمها نعم للكلاسيفيكيشن، ماشي؟ انت واخد بالك الفرق قد ايه؟ شفت بارامتر واحد غير معاك قد ايه؟ المشكله بقى في التيك لوج الجديد بالذات، ادم اوبتمايز مش ال بي اف جي اس. فنفس الداتا دي لو دخلتها على التيك لوج هلاقي الريزلت وحش. خدت بالك؟ جدا واضح أستاذ. هاي العملية ايش قد تطول؟ يعني تجربة البارامترز وهاي تقعد تجرب وتغير وتروح تشوف كودز. الماشين ليرنينج بالذات دي بحر كبير، ولازم تقعد تعمل سيرش والكودز دي عشان الواحد يوصل للكودز دي بالريزلتس دي. قعد سنة، سنة ونص من الترايل اند ايرور، تشوف ده قال نعم، ايه يعني وده ايه الداتا ايه. سيت ممكن تطول بيها الشهر على ما توصل البارامتر اه طبعا الموديل طبعا، المناسب. مرة قعد معايا اسبوعين او اسبوعين ونص، كانت بيف داتا، كنت بعمل بريدكشن لبيف، اسبوعين ونص كمان شغال فيها، بس بالنوت بوكس بكله بالنورماليزيشن. مره اعمل اشيل الاوتلايرز، مره اسيب الاوتلايرز، مره اغير اللوج ده، ومره اشيل اللوج ده، مره ما اسمعش كلام الهيت ماب، مره اسمع كلام الهيت ماب. فاهم قصدي؟ ألو، بس فهي دي الفكره، ان انت محتاج تايم فور سيرشنج، تايم تشوف كودز. تلاقي ناس مره واحد عمل اسمه ايه، عمل نوت بوك حلوه زي كده، عمل لها شيرنج، تقوم شايفها، طب عدل الكود دي ازاي، طب في الجوريزم تاني، طب في بارامتر ممكن اعدل فيها كذا. بالترايل اند ايرور هتوصل للاوبتيمال ريزلت. بس عايزه وقت. انا كده بتاني خلصت. في اي اسئله؟ انا مستعد اعيد اي حاجه، خلصنا بدري. مستعد اعيد اي حاجه في البرزنتيشن، لو اي حد في حاجه مش فاهمها انا ما عنديش مشكله خالص، لسه تمام. قدامنا نص ساعه. أي واحد يقدر يطرح أسئلته بالشات بوكس أو مباشرة ممكن فويس، يفتح مفيش المايك. مشكلة. أي مباشرة، أي واحد يقدر يسأل يفتح أي المايكروفون. حتة أنا مستعد أعيدها حتى لو حاجة بيزك. Any questions؟
أستاذ، إذا أقدر أسأل عن الـ reinforcement learning، يعني المولتي شنو موديل سيميوليشن نعم تفاصيل أكثر عنها؟ دي عبارة عن إن أنت بتعمل، أنا بستخدمها بالذات للقطو اللي اسمها إيه؟ أنا دلوقتي عندي، أنا عايز أحسب القطو وعايز أعرف بتروفيزست، عايز أعرف أنا حساباتي إيه، أني قطو اللي مقصرة في الريزلتس بتاعتي أكتر حاجة، هل الفوليوم اوف شيل اللي مقصر في الاوتبوتس بتاعتي كانت بي ولا لا، او نت ريزرفوار ولا البروستي ولا الساتوريشن ولا البرميابيلتي. فهو بيعمل 100 اتريشن او 1000 اتريشن، كل مره يغير في الفي شيل وفي البروستي وفي الساتوريشن، ويشوف الريزلت طلع اوبتيموم ولا لا، يعني يشوف الريزلت طلع اوبتيموم مع ديترمينستيك ابروتش ولا لا، لغايه ما يقول لك انا من بعد 1000 اتريشن انا لاحظت ان دايما اللي بيغير لي الريزلت بتاعت النت بي قوي او ما بيظبطهاش قوي دايما بيكون البروستي، يبقى انا عرفت ان البروستي ككاتوف هي اللي ليها اعلى سنستيفيتي. ممكن اطبق الكلام ده فين برضو؟ في حساب البروستي، لما بحسب بروستي من دنستي، يعني عندي 3 بارامترز ماتريكس وفلويد وبلك، يفضل يستخدم ارقام متغيره لوحده مش الارقام اللي موجوده، للبلك وللفلويد وللماتريكس، ويقول لي اني فاليبل فيهم اللي ليه البيجست امباكت على البروستي ريزلت. فهي دي فايده المونتي كارلو سيميليشن، مجرد تروح على اكسل، مش لازم بايثون على فكره، موجوده في السوفت ويرز كلها، وتكتب مش كود بقى، تنادي على مونتي كارلو وتدخل الانبوت لوجز، هو يعملها لك على طول. موضوع فيري سيمبل. تمام، يعني هي تعوض عن النقصان بالديتا، فنقدر نسوي مش علاقات نقصان، هي وكورليشن. مفيدة في حاجة واحدة، هي بتطلع حاجة اسمها تورنيدو بلوت، دي اللي أنا بحبها، بتقول لي في كل خطوة، عارف أنت اللي أنا قلت اللي هي فيتشر امبورتنس في الماشين ليرنينج، جاي زيها اوكي. بالظبط، تقول لي مثلا في حساب البروست من الدنس أنت عندك أكتر فاريبل مؤثر عليا هو الماتريكس تنس مش الفلويد مش البلك، خلي بالك ده لما بتغيره تغيير طفيف يغير لك في الريزلت بتاع البروستي قوي. نفس الكلام في الكاتوف، أنت أكتر كات اوف فاليو بتاثر في النت بي مثلا الساتوريشن مش البروستي، مثلا في فيلد تاني في شيل، خلي بالك هو يفضل يعمل لك 1000 اتريشن مليون اتريشن على حسب اللي انت تختارهم، ويشوف اني الريزلت اللي كانت طالعه اكتر. بيتعمل في كذا واضح. حاجه بقى، في البروستي نعم في الساتوريشن، يقول لك في الساتوريشن مثلا في الفيلد ده تلاقي ديب ريزيستيفيتي اكتر فاريانت، في حته تانيه تلاقي الام في الكربونيت بالذات. في اي شكرا سؤال تاني؟ أستاذ. اه أكو سؤال من أعتقد إيمان، إذا ما فيش تقدرين حد، مفيش حد تفتحين يعرف. الميكروفون. طيب لو ما حدش هيسأل أنا هسأل بقى، إيه رأيك؟ تمام. لو ما حدش هيسأل أنا هسأل. دلوقتي أنا عايز أعرف رأي الناس في الماشين ليرنينج، هل الموضوع شكله كومبليكيتد بالنسبة لهم ولا لأ؟ هل الموضوع انكوريجينج ولا لأ؟ صراحة الموضوع بقى أساسي دلوقتي في الأويل فيلد، جيولوجي او بتروفيزيكس او جيوفيزيكس لازم تتعلمه، علشان في بالذات في الكلاينتس يعني في الشركات الاونر كلهم بيستخدموه، لان هو بقى بيحل لهم مشاكل في الفيلدز كتير، بيوفر عليهم وقت، بالذات لو تبقى بتروفيزيست او ريزرفوار انجينير، البرميابيلتي حاجه مهمه جدا بالنسبه لك وما بتبقاش في كل الفيلد. وعايز اعرف الفيدباك بتاع الناس، هل حاجه الماشين ليرنينج مشجعه ولا موضوع كومبليكيتد، يعني الناس لقت الموضوع سهل ولا حاسينه كومبليكيتد وعايز وقت طويل؟ عايز اعرف كده زي فوتك. نعمل بول. لو تعرف اعمل. تمام. السلام عليكم أستاذ أسامة. عليكم السلام. تعقيبا على كلامك انه شلون تشوفون المشين ليرنينج وتطبيقاته اللي بالاويل فيلدز، بالحقيقة هو فعلا يعني مجال كلش واعد، والشركات بدأت اصلا بتطبيقه مثل ما تعرف حضرتك. لكن اعتقد انه النقطة الاهم انه يكون عند الشخص اللي قاعد يطبق المشين ليرنينج او الاي اي بشكل عام الدومين اكسبرتيز، يعني شهاب محقق اعتقد تعرفه، هو بروفيسور بجامعه بإحدى الجامعات الامريكيه،
هو رائد بهذا المجال بتطبيق الذكاء الاصطناعي من التسعينات، يذكر انه بعض الشركات اللي استخدمت الاي اي بالاويل فيلدز جابت داتا ساينتست من مايكروسوفت من بيج تيك كومبانيز، لذلك من حصه هاي بالبدايات من تطبيقات من طبقوا الاي اي بالاويل فيلدز، فكانت يعني من جو الدومين اكسبيرتس وشافوا النتائج اللي جابوها الداتا ساينتست اللي ما عندهم خبرة بالمجال النفطي، شافوه هي نتائج كلش بديهية، يعني توصلوا إلى نتائج بديهية. لذلك أعتقد أنه أي شخص ممكن يريد يشتغل بمجال محدد ضمن الـ AI بالـ Oil Fields، لكن لازم يكون عنده في الدومين solid knowledge of the domain he work with them. أنا بأيد رأيك طبعا 100%، ده الصح أصلا، عشان كده أنا رحت تعلمت الحاجة دي وضعت سنة ونص في ماشين ليرنينج الجوريزمز، بس ليرنينج مش ليرنينج بس، عشان اعرف اشتغل الحاجات دي. ليه بقى؟ لان الداتا ساينتست ما عندوش خبره في الحاجات دي، ما يعرفش اصلا ايه البرميبلتي، ما يعرفش الحاجات دي، هو بيتكلم باكس وواي، هو اهم حاجه عنده يطلع الريزلت كويس. الداتا ساينتست ممكن ما يحطش فكره في باله، البلايند ويل ما عندوش فكره ان انا عندي البير اللي انا قلت لكم عليه، ان البير التالت ما كانش في نفس اللي تشانل فيشز، فانا كنت بشوف هنا الماشين ليرنينج هتقدر تقع يعني تنجح في حاجة صعبة زي دي ولا تقع. التاني هيهمه أهم حاجة points و statistics طبعا 100% كلامك صح، عشان كده تلاقي دلوقتي أنا ابتديت أعرف ناس كتير كانوا بتروفيزيست ابتدوا يعملوا ماستر ديجري في الداتا ساينس عشان يشتغل في الموضوع ده، إنه يربط البتروفيزيست بالداتا ساينس، وفيزيولوجيين نفس الكلام وجيوفيزيائيين نفس الكلام. عشان كده كلام البروفيسور صح وكلامك صح 100%. الدومين نولج هي اهم حاجه للكيو سي، يعني لما انا رايت ان الهايبر ميموري لوج مش كابتشرنج، التاني ممكن يقول لك طب مش مشكله الار سكور كويس، لا انا عايز اعرف ليه هنا الهايبر ميموري ما كانتش كابتشرنج، فاهم قصدي؟ فعلشان كده لازم الناس اللي شغاله في البتروفيزكس والجيولوجي والجيوفيزكس لازم يتعلموا الموضوع ده، بس هي هياخد وقت منهم طويل، بس لازم عشان تبقى بايونير في التخصص بتاعك، وهتحل لك مشاكل كتير 100%. Very good observation مستر محمد. في اي questions تانية؟ خلاص احنا كده متهيأ لي خلصنا باشمهندس حسين. اعتقد ماكو اي اسئلة بعد. بس شكرا الكل لك حلو استاذ. كله هيل 100%، محدش أكل في كده خلاص. تمام أستاذ، ماشي ممنون جدا على المحاضرة القيمة اللي قدمتها والمعلومات غير موجودة بهواي أماكن نقدر نتعلم منها المشين ليرنينج. شكرا لك مرة ثانية على قبولك الدعوة وتقديم هاي المحاضرة. طيب بالتوفيق للجميع إن شاء الله. السلام عليكم. بالتوفيق للجميع، مع السلامة.